مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. تعالوا نبدأ أهم الأحداث والقضايا باللقاء المهم جدا اللي عقده الرئيس السيسي اليوم مع نظيره الفيتنامي في إطار انفتاح مصر لتنمية علاقاتها بكل دول العالم. اللقاء حتى تم الإعلان فيه وفي المؤتمر الصحفي عن اتفاقات سياسية واقتصادية في غاية الأهمية، والرئيس السيسي تحدث أيضا عن التعاون العسكري، والرئيس الفيتنامي تحدث عن أمانيهم في تطوير التبادل التجاري بين البلدين. السيدات والسادة، لقد عقدت وفخامة الرئيس جلسة مباحثات مثمرة ومتميزة تناولت سبل تدعيم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، فضلا عن التعاون في إطار المؤسسات الدولية، واستعرضنا القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تناولت هذه الجلسة بحث تدعيم العلاقات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية وسبل مكافحة الإرهاب وفتح الأسواق الفيتنامية أمام الصادرات المصرية، وكذلك تنشيط التبادل السياحي والثقافي بين البلدين. ولا يفوتني في هذا السياق أن أشير إلى ما لمسته من اتفاق بين توجهات دولتين على تحقيق الاستقرار والأمن والسلام، وما توليه كل من مصر وفيتنام من أولوية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية. وفي هذا الإطار فإنني أؤكد لفخامة الرئيس تران داي كوانغ الاهتمام الذي نوليه لدعم علاقاتنا مع فيتنام لما لها من ثقل إقليمي بارز وإمكانيات كبيرة، كما أؤكد لفخامته تقديرنا لدعم فيتنام انضمام مصر لاتفاقية الصداقة والتعاون مع رابطة الإسيان، تلك الخطوة التي ستساهم في دفع العلاقات مع دول الرابطة إلى آفاق جديدة وتعزيز التعاون معها في مختلف المجالات والاستفادة من تجارب تلك الدول التنموية الرائدة. كما أعرب لفخامة الرئيس عن ترحيبنا بتكثيف التعاون والتنسيق مع دولة فيتنام خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019 بما يحقق مصالح بلدينا والقارتين الأفريقية والأسيوية. قمنا بالتبادل الآراء حول جميع المجالات في العلاقات بين دولتين، واتفقنا على اتجاهات وسبل الدعم والتعزيز العلاقات في المجالات المختلفة، منها السياسة والاقتصاد والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتربية والتعليم والدفاع الأمن. ونعتبر التعاون في الاقتصاد بأساس لتعزيز التعاون الثنائي بشكل جوهري وأعمق. بالنسبة إلى العلاقات السياسية، اتفقنا على مواصلة تقاليد الصداقة الطيبة تأكيدا للدعم والمساعدة متبادلة من أجل التقدم والازدهار للشعبين وللسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. واتفق الجانبان على تعزيز الثقة السياسية من خلال مواصلة تبادل بشكل دائم الأفود ورفيع المستوى، وتعزيز التعاون في مجالات الدفاعية والأمنية والتبادل بين الشعبين خاصة في سنة 2018، والتنسيق في المحافل الدولية خاصة في الأمم المتحدة، والتعاون جنوبي وحركة عدم الانهياز ومنظمة الفرنكوفونية. شكرا فخامة الرئيس. سين كام ارن. ده من أهم الأحداث اللي تابعناها اليوم، لأن انفتاح مصر في علاقاتها مع كل دول العالم ينعكس علينا سياسيا واقتصاديا، وبيؤكد الدور المصري دايما أنت بتكتسب أهميتك أيضا بحجم تأثيرك في المحيط الخارجي أيضا.
وده اللي وضح من خلال لقاءات الرئيس السيسي بعدد كبير من قادة العالم. تعالوا نشوف القضية كمان اللي حظيت باهتمام كبير جدا خلال الساعات القليلة الماضية، والاهتمام بهذه القضية ليه؟ لأن محمد صلاح قيمة كبيرة بنعتز ونفخر بيها. في أزمة كبيرة جدا مع اتحاد الكرة، هذه الأزمة وصلت إلى حد الفيديوهات المتبادلة والبيانات المتبادلة. قلنا تعالوا نفهم القضية، خلاص الناس تبعت كل ما قيل يعني، وحنشوف بعض المقاطع من اللي قالها محمد صلاح من خلال البث المباشر. بس تعالوا نفهم القضية مع الكابتن مجدي عبد الغني، واحد من أهم لاعبينا المحترفين السابقين وكمان عضو اتحاد كرة القدم. كابتن مجدي أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ وائل، إزي صحتك؟ كابتن مجدي، لو عايز كده يعني بهدوء شديد نشوف الأزمة كيف بدأت وإيه اللي حصل فيها، وكمان نعلق على ما قاله الكابتن محمد صلاح. يعني أقول يا كابتن مجدي، هنا الاتحاد الكرة عقد اجتماعا وأصدر بيانا، وكان في بيانات سابقة الاتحاد قال ما عملناهاش يعني. الأزمة فين وإيه اللي صدر عن الاتحاد الكرة قبل ما نعلق على الكلام اللي قاله الكابتن محمد صلاح؟ اتفضل. هو طبعا الخطاب اللي موجود قبل كده حتى يعني أسلوبه ركيخ، ما ينفعش يطلع من الاتحاد المصري لكرة القدم، وده للأسف الشديد. يعني أنا مثلا عندي أكاونت كاتب كلام، أنا الأكاونت ده ما أعرفش عنه حاجة خالص، محطوط صورتي بس واسمي، لكن أنا لا أدير ولا أعرفه ولا عندي خلفية عنه خالص. وحضرتك لو فتحت هتلاقي حاجات كتيرة للوائل الإبراشي، ناس عاملاها وصورك موجودة، وللأسف ناس بتنتحل الشخصيات، وده موضوع لازم يعني نشوف له حل. وأنا طلبت من تويتر إنها تقفل كل الأكاونتات ديت، وأنا أصلاً ماليش في تويتر، لكن هضطر أعمل تويتر رسمي عشان أمنع الكلام ده أنه طيب يعني أولاً التويت عشان هي انتشرت يا كابتن مجدي، ولقيت الناس حتى بيبعتوها لبعضهم البعض، شايفين دي مش بتاعتي خالص والله، اللي هو أنا متأكد لو أتيحت الفرصة لأي لاعب هيبدع أكثر من محمد صلاح مسألة حظ. طبعاً ما ينفعش كلام مش منطقي، وانا كمسؤول في اتحاد كره القدم ما ينفعش ارد بتويته زي دي اطلاقا، يعني انا راجل غير مسؤول، كلام مش منطقي، وللاسف حتى اسلوبها كمان ركيك. انا راجل خريج ليسانس اداب قسم الفلسفه، ما ينفعش اكتب بهذا الشكل يعني. لكن على اي حال احنا عايزين نقول ان شاء الله ما فيش ازمه ولا في حاجه، احنا متمسكين بكابتن محمد صلاح. محمد صلاح هو ابن من ابناء المنتخبات المصريه. محمد صلاح بدا يعرف الشكل الدولي في المنتخبات من خلال منتخب الشباب اللي اثبت فيه جداره وراح كاس العالم في كولومبيا، وانا كنت رئيس البعثه مع محمد. محمد من الشخصيات المحترمه جدا جدا، لدرجه انه يعني كان من اقرب الناس ليا في المعسكر المنتخب. احنا قعدنا شهر هناك في كولومبيا، وكنا في رمضان كمان، وهو ملتزم جدا. عايز اقول ان مفيش ازمه ان شاء الله باذن الله. ومحمد صلاح له بعض الملاحظات، بس كنت اتمنى ان الملاحظات دي تبقى في اوضه مغلقه، يعني تبقى بيننا وبين بعض، لا 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 يتعمل لها تويتا ولا يتعمل لها ايميل ولا يتعمل لها كلام يعني نناقشه في وسائل الاعلام. دلوقتي احنا في اطار الاسره الواحده احنا بنحاول كاتحاد مصر لكره القدم نوفر كل سبل الراحة للمنتخب، لأن توفير سبل الراحة لمصلحتنا بيعود على النتائج. كون إن ممكن يكون في وقت من الأوقات حصل أخطاء أو حصل تجاوز أو حصل مثلا حد طلع ما كانش المفروض إنه يطلع، حد اتصور، أنت عارف إن فترة من الفترات محمد صلاح فجأة بقى معشوق الجماهير في الوطن العربي كله والعالم، مش مصر بس. فالأطفال أو الأبهات كانت بتجيب أطفالها الصغيرين عشان يتصوروا مع محمد صلاح. طبعا يعني ده يعني عايز أقول إيه، ده ما يمنعش إن إحنا نوفر له السبل الراحة. كون إن حصل بقى مرة أو مرتين أو معرفش، أنا ما قالش محمد ما ذكرش قد إيه، إن حد طلع له الساعة 4 الصبح وإن حد خبط على بابه 4 الصبح عشان يتصور معاه ومديله. لا ده قال كثيرا، بيبقى قاعد في الاوضه كده
ف هو جه في رمضان للاسف، والناس بتسهر في رمضان من 4 الصبح دي، للاسف الناس بتبقى بتسحر بره بيوتها ويقول لك تعالى نروح نتسهر مع محمد صلاح. طبعا ده مش خطا اتحاد الكوره، لكن خطا الفندق. كان لابد ان محمد صلاح في ذلك التوقيت اول ما يحصل حاجه زي كده. لا 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 يا كابتن مجدي، ما انا مش هحاسب الفندق يعني. يعني انا هقول لك اهو، ما انا هقول لحضرتك، هقول لحضرتك ما ركزتش كويس، انا مش هحاسب الفندق، لا ما انا هقول لك يا استاذ وائل، هقول لك انا النهارده محمد اتضايق من موقف معين، حد عدى عليه الساعه 4 لمدير المنتخب، لو سمحت حط لنا سكيورتي الفندق، يزود السكيورتي، لان احنا ما عندناش سكيورتي. وهو ده اللي طلبه محمد صلاح يعني، واحنا ده ما مش مختلفين فيه، احنا مختلفين ان وكيله يبعت ايميل ويقول اذا ما نفذتوش الكلام دوت تقدموا استقالتكم. ما يقدرش يعني، انا اسف في اللفظ، وزير الشباب والرياضه المصري لو قال جمله زي دي الاتحاد الدولي يوقف مصر، لان يقول لك ده تدخل حكومي. طب خلينا احط كده النقاط يا جماعه. انت شايف ان المشكله في رامي عباس الوكيل، وكيل محمد صلاح، انه بيتحدث بلغه مهينه لاتحاد الكره؟ لا مش مهينه يعني، هو يعني كونه يقول كلام زي ده، هو ده مش المفترض انه يقول كده، مش من حقه انه يقول كده. ممكن يكون هو عشان كان عايش في كولومبيا ودلوقتي عايش في انجلترا، فالانجليزي بتاعه مش تعبه، او انا مش فاهم. ما هو محمد صلاح معلق في الفيديو وقال انتوا كل شويه تقولوا المحامي الكولومبي، يعني هنا في طب اشاره. طب هو حضرتك ينفع يعمل كده؟ نعم ينفع يبعت يعني، انا دلوقتي انت مش عاجبني على الشاشه، ينفع اقول لك تستقيل تمشي من القناه؟ انا مالي؟ ده شغلي انا؟ بس هو بيتكلم محمد صلاح عن فكره الاشاره الى جنسيته بهذا الشكل يعني. لا يا ريس، احنا مالناش دعوه بجنسيته، له كل الاحترام والتقدير. له كل الاحترام والتقدير، احنا لا لينا دعوه لا بجنسيته ولا لينا دعوه، ده هو عربي كمان، المفروض ان اصوله عربيه. احنا لا نتحدث، يا رب تبقى اصوله. احنا في كره القدم ممنوع العنصريه وممنوع الـ 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 التفرقه بين الناس، احنا رياضيين وفاهمين الكلام ده. طيب خلينا هنا الميل اللي فيه، اللي هو اللي بيتكلم عن اللي فيه لغه تهديد، اللي بيطلب فيه من الاتحاد ده انه يستقيل. انت بتعتبر ان ده خطاب لا يجب ان يقبله احد، وده طبعا خطاب مهين يا كابتن مجدي يعني. لا، خطاب لا يجوز انه يقدم لشخصيات محترمه في اتحاد كره القدم المصري، لان ده مش دور الاستاذ رامي يعني. ده الاستاذ رامي من حقه انه يطلب حراسه لمحمد، من حقه انه يطلب الراحه لمحمد، من حقه انه يطلب، هو طلب على فكره لمحمد. محمد لما طلع بيقول انا بطلب مش ليا لوحدي، لكل اللعيبه، لكن الخطاب اللي جاي لنا محمد ما فيهوش لعيبه يعني. الخطابات اللي موجوده، اللي هي موجوده، احنا معانا عندنا الايميلات اهي موجوده، اتفرج عليها وراها حضرتك، هتلاقيها محمد فقط يعني. هو يطلب لمحمد صلاح ولا يطلب لكل اللاعبين يعني؟ ما بيقولش البلايرز، ما بيقولش فور محمد اند اذر بلاير مثلا، انت واخد بال حضرتك. انما محمد طالع يقول احنا بنصدق محمد طالع يقول انا بقول الكلام دوت عشان خاطر راحه اللعيبه، ماشي، واحنا كمان موافقين ان احنا نريح اللعيبه، ما عندناش مشكله اطلاقا ان اللعيبه ترتاح. اللعيبه لما ترتاح تدينا نتائج، ولما تدينا نتائج تدينا تاريخ وانتصارات. فاحنا ما احناش ضد بعض. في كلام تاني من كلام رامي عباس كان ملفتا للانتباه يا كابتن مجدي. ما هو مثلا نجيب ازاي نجيبه من الطياره نوديه الفندق من غير ما حد يتصور معاه او من غير ما حد يشوفه؟ طب احنا يعني دي تتعمل ازاي يعني؟ هو هيختم باسبوره فين؟ مش هيختم باسبوره في الجوازات؟ لو بعتنا له حتى مندوب ياخد باسبوره ويوديه هو الفي اي بي، مش ممكن الفي اي بي يبقى فيه حد هيتصور معاه؟ يعني عايز اقول ان الناس بتحب محمد صلاح، بتعشقه يعني. ممكن الناس الموظفين في مطار القاهره يستنوا محمد، هم اللي يتصوروا معاه، اللي هم من حقهم يخشوا المدرج. هو في جمهور بيخش المدرج؟ ما فيش جمهور بيخش المدرج. طيب بس هو حكاية المطار دي طلبها لمحمد صلاح فقط ولا يعني في سائل؟ لا، عندك في الايميل مطلوبة لمحمد.
طيب هو محمد صلاح علق على ده، واحنا هنعرض وانت معايا بعض الاجزاء كده يا كابتن مجدي، عشان بس انا يمين نوضح للناس ايه اللي حصل. هي القضيه مش قضيه تراشق اتهامات يعني. ما انا بقول لك محمد طلع بيقول انا مش ليا انا لوحدي، بكل اللعيبه، بعكس بعكس الخطاب. ما انا بقول لك محمد طلع قال كده، قال لكل اللعيبه، بس الخطاب ما بيقولش كل اللعيبه. طيب بس هنا هنا كابتن مجدي خليني اقول لك، واحد من الواضح ان في تراكمات كثيره. نعم ما ينفعش حد يطلع يخبط، ما هو اللاعب كمان انا لازم اضمن له. محمد صلاح هنا يعني خلينا نقول انه بعض ما تحدث فيه يعني عنده اسبابه الحقيقيه. معنى ان حد بيطلع يخبط في اي وقت، ومعنى انه يقول لك ان انا نمت الساعه 6 الصبح، لا، ده مع اللاعب يفقده التركيز تماما، وده معناه ان في اخطاء في رمضان. عايز اريح اللاعبين ازاي؟ النوم 6 الصبح ده مش يومي على فكره، ده كان في المعسكر اللي قبل ما يسافروا لروسيا. انا ما بدافعش، لان انا اصلا ما كنتش مسؤول عن القصه، يعني انا مش مسؤول. لكن عايز اقول لك ان ده كان في رمضان، في الايام الاخيره من رمضان، والناس في رمضان ما بتنامش قبل 6 الصبح وقبل 5 الصبح بعد السحور وبعد الكلام ده. يعني عايز اقول ان 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 دي كان ليها ظروفها بس، وده ما حصلش. هم قعدوا في الفندق لمده يوم، يعني جه محمد صلاح يوم اتمرن ومسافرين تاني يوم، بيركبوا الطياره ومسافرين تاني يوم. انت واخد بال حضرتك؟ فانما على اي حال، احنا الكلام ده في اوضه مقفوله بينا وبين بعض. ايه اللي انت عايزه يا محمد يريحك ويريح اللعيبه؟ طبعا احنا متفقين يا كابتن مجدي اكيد على ان محمد صلاح هو قيمه، يعني هو اهم، يعني هو واحد من افضل خمسه في العالم الان، وربما افضل ثلاثه يعني. بص حضرتك، يا كره القدم مش لعبه فرديه، لكن وجود واحد زي محمد صلاح يضيف كره القدم لعبه 11 راجل قبل ما يبقوا لعيبه كوره. لو جبت 11 لعيب كوره قدامهم 11 راجل، 11 راجل يكسبوا لعيبه الكوره لو مش هم رجاله. انا بكلمك صفتي لعيب، بس انا بكلمك صفتي لعيب واحترف. انا يعني انا احترفت برضه في زمن ما كانش حد يعرف في مصر يعني ايه احتراف. لا، فكره اداره النجم لما يوصل الى انه يبقى من احسن ثلاثه او خمسه في العالم يا كابتن مجدي، عايزه مجهود مختلف يا ريس. عايز نقول يا جماعه تعالوا اتحاد الكره كده نشوف بذمتك كيف بزمتك ندير نجوميه. طيب، محمد صلاح ونضمن له الراحه التامه. طيب انا بس عايز اقول لك حاجه. انت متخيل ان كريستيانو رونالدو بيبقى معاه بودجاردات في معسكر منتخب؟ انا رحت اتفرجت على البرتغال وهي بتلعب وهي بتتمرن. انت متخيل ان كريستيانو كانوا في بدجارد مستنيينه بره عشان ياخدوه يفصلوه عن الفرقه؟ ما فيش. بس اللي خلى صلاح يقول كده ايه؟ لان كريستيانو رونالدو اكيد ما حدش بيطلع يخبط عليه الساعه 2. لان بقى اتيتيود. هو في حد بيخبط على حد في اوروبا بعد الساعه 7؟ ما حدش. ده انا لما بتحب بقى اجي ازورك ما بروحلكش الساعه 6، ما بقاش في حد في الشوارع، ما بالك بقى حد يروح يزور حد في 4 الصبح عندهم. طيب ما عندهمش 4 الصبح غير عندك انا. الو يا استاذ وائل، انا جاي لك افطر معاك. طيب قول لي يا كابتن مجدي، هنا انا قدامي قائمه الطلبات اهي، تعال نناقشها واحده واحده كده. الاولى يا جماعه اللي قدامي دي عدد 2 حارس خاص. طب خارج غرفه اللاعب محمد. طيب، في جميع الاوقات. طب هو ده للفرقه؟ وحارس خاص في المصعد وفي الطابق الذي يتواجد فيه غرفة اللاعب، ويتم حجب كل المكالمات الهاتفية في غرفة اللاعب. ده ماشي طبيعي يعني. إنما خلينا بس الزور الترويجي ده، فكرة الحراسة دي كان ردكم عليها إيه وفي الاجتماع النهاردة؟ لا، هل أنت هنا في أي فرق؟ نعم، هل في هنا كلام على باقي اللعيبه؟ لا، هو هنا بيتكلم عن محمد. طيب ايه بقى بيتكلم عن محمد؟ طلع محمد، احنا بقى محمد صلاح محمد. في الفيديو احنا مصدقينه محمد انه بيتكلم عن باقي اللعيبه. ماشي، يبقى هنا في فجوه الحقيقه. ممكن يكون محمد صلاح بيقعد يتفق مع وكيله
على هذه المطالب، لكن صياغتها جاء بشكل سيء يعني. لا خد بالك بقى، بعت يقول ايه؟ ما تتكلموش مع محمد صلاح لوحده، انا اللي عايز يتكلم مع محمد صلاح ثرو مي، من خلالي. طب يبقى كوميونيكيشن من خلال الوكيل بتاعه، والوكيل بتاعه باعت يقول لك استقيله، يبقى ازاي بقى يبقى في كوميونيكيشن صح؟ هو فين الخطاب اللي فيه يا جماعه خلال 5 ايام باين تقدموا استقالتكم؟ ينفع يديني مهله؟ يعني انتوا يوم الخميس هتقدموا استقالتكم ولا امتى يا كابتن مجدي؟ هو ينفع؟ انا عارف طبعا ان دي على هواك، بس هو ينفع الكلام ده؟ تضحك. والله انا بدعمك، بس انا مش عايز النقاش معاك الفدافئ في ازمه لازم نوع تدخل تاخد شكل المواجهات. خلينا نقدم المعلومات للناس بهدوء. يا استاذ وائل انت حبيبي فعلا يعني. الله يخليك يا كابتن مجد، وانت الحق يعني قيمه رغم كل ربنا يبارك المداعبات والمشاكل، بس خلينا خطوه. يبقى اذا هنا انتوا شفتوا ان خلينا ناخد الجزء ده كده الكابتن محمد صلاح، نحاول اللي هو الجزء يا جماعه اللي بيتكلم فيه عن الحراسه، لان واضح انها مختلفة عن الخطاب اللي كاتبه رامي عباس. رامي عباس هنا بيتكلم عن حراسة مخصصة لمحمد صلاح في قدام الأوضة وقدام المصعد، ومحمد صلاح بيتكلم على أنا بطلبها لكل اللاعبين. مساء الخير عليكم. النهارده طبعا أنا بعمل فيديو ده عشان بس أرد على الحاجات اللي حصلت خلال اليوم أو اليومين اللي فاتوا دول. اتمنى ان كل حاجه تبقى واضحه للناس. انا اكيد مش عايز ادخل في صراعات ولا في مشاكل ولا اي حاجه، بس اللي حصل ده طبعا سمعت من وجهه نظر واحده، فلازم تسمع من وجهه نظر انا كمان، وانا شايف الموضوع ازاي. وانا ما بتكلمش باسمي كصلاح بس، ومش عايز اظلم اللعيبه معايا. انا في كابتن فرقه وفي لعيبه كبيره وقديمه عني في المنتخب يعني ليها الحق انها تتكلم بالنيابه، يعني بالنيابه عن اللعيبه، فانا بعتذر لهم الاول. بس انا بتكلم على حاجات بشوفها مع اللعيبه وشكاوى بشوفها مع اللعيبه محدش بيتكلم عنها. فانا لما جيت اتكلمت في الموضوع ده اتكلمت فيه من زمان. في كذا نقطه انا كاتبهم طبعا عشان ارد عليهم، عشان الرد يبقى واضح بالنسبه لكل الناس. اول نقطه بس بالنسبه لي اسهل طريقه للتضليل هي تشويه المشكله، وانك تشوف المشكله بسيطه، وانك تشوف المشكله مع صلاح. وانا افتكرش ان في مشكله معاه شخصيا، انا ما عنديش مشكله مع حد شخصيا. انا بطلب كل حاجه للعيبه تبقى كويسه ومرتاحين، وفي نفس الوقت ان اللعيبه تبقى مرتاحه. وده انا بطلبه بناء على حاجات انا بشوفها بره، وبتعامل معاها بره، وبتعامل معاها من غير ما اطلبها انا. فانا لما باجي اطلب حاجه واقول يا جماعه ده الاحسن، انا بقول ده الاحسن بالنسبه للعيبه كلها، مش لصلاح كشخص. اول حاجه موضوع الامن او سكيورتي اللي هم يعني اللي انا اتكلمت فيه، او المسؤول يعني الراجل المحامي بتاعي اتكلم فيه معاهم. انا بتكلم عليه على اساسه ان يبقى فيه سكيورتي للمنتخب، وفي حد يبقى معايا، مش كان معايا صلاح يفضل ماشي ورايا يزق الناس. لا، انا بس المعسكر الاخير لما جيت المنتخب نمت الساعه 6 الصبح، نزلت افطر ونزلت اتسحر، نازل افطر ونازل اتسحر. قالوا لي معلش ما ينفعش تخرج عشان خاطر لامنك وسلامتك. ليه؟ اللعبة كلها تحت. لا بس في ناس تحت زحمه وما ينفعش انت تنزل تحت. ايوه طب ايه المشكله؟ احنا في معسكر منتخب، معلش احنا اسفين، ناس كتيره تحت في الريسبشن وفي القاعه بتاعه الاكل. فانا مش عايز اوجه اتهام لحد معين، بس انا في منتخب مصر ودي فرقه، وطبعا معسكر، والمعسكر يبقى مغلق، ومفروض ان ما نشوفش حد، ما نشوفش لعيبه. انا مش يعني الناس بتاخدها اللي هو اول حاجه قالوها بعد الكلمتين اللي انا قلتهم، قال لك ده دخلوها في الوطنيه، صلاح مش وطني، صلاح ما بيحبش بلده، صلاح مش عارف ايه، مش عارف ده جابوه الكلام ده ازاي. يعني الناس، انا متاكد ان الناس كويس جدا عارفه علاقتي بيهم، وعلاقتي الحمد لله بالبلد كمن ناحيه وطنيه، كمن ناحيه كل حاجه. فما افتكرش ان الناس سمعت الكلام ده كويس، لانهم كمان نزلوا خطاب وبعد كده قالوا الخطاب مش تبعنا. بس انا عارف كويس ان الخطاب تبعكم، الخطاب اللي قالوا فيه المدعو محمد صلاح. ف يعني مش موضوعي، مش هتكلم فيه كتير. انا بس هتكلم في حته السكيورتي. لما تبقى عندك لعيب او لعيبه بتنام 6 الصبح، يبقى انت محتاج، يبقى في مشكله. هو ليه؟ طيب كابتن مجدي، بس انا هاخد جزء لان انا يهمني بس نصارح الراي العام بما حدث. يعني هو طبعا بيقول هنا
هو مصمم على ان الخطاب الاول اللي صدر عن اتحاد الكرة اللي تم سحبه بعد ذلك، وقالوا انه اتحاد لم يصدر هذا البيان اللي هو كمان كان مهينا يعني اللي فيه المدعو. لا 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 لا، مفيش سحبه، مفيش سحبه. انا بقول لك يا استاذ وائل لم يصدر من اتحاد. احنا اجتمعنا النهارده، بعد ما اجتمعنا طلعنا قلنا اللي احنا عايزينه. يعني ده قولا واحدا اللي على الشاشه ده ليس بيان اتحاد الكرة بتاعنا خالص، والله مزور، والله زي التويته بتاعتي اقسم بالله مزوره وما اعرف عنها. وفي تويته انت بتقول فيها ده كان موجود عصام عبد الفتاح وسحر الهواري. يا سحر الهواري خرجت من السجن يا اخي، والله اي كلام يا اخي، والله ما اعرف عنها حاجه، ولا تويتر ده اعرف عنه حاجه ولا بستعمله. طيب يبقى محمد صلاح واضح انه في يقينه واخد شويه من كلمه المدعو وتحويله لجنه انضباط يعني. يا ريس ده اسمه كلام، يعني ده اسمه كلام برضو. يعني نجم مصر ولعيب محتاجينه ولعيب هنبعت له عشان يجي يحضر المعسكر اللي جاي ويلعب مع منتخب بلده ويحقق ريكورد ويعدي نادي المائة، فكل دي ارقام ما بتحصلش غير مع منتخب مصر. كل دي يا استاذ وائل ارقام، نادي المائة ده ما بيحصلش غير لازم يلعب 100 مباراه دوليه. ممكن محمد صلاح يبقى عميد العالم يعدي احمد حسن في 178 ماتش، ولا ما اعرفش احمد حسن ماتشاته قد ايه. كل دي ارقام بتتحط في التاريخ. فازاي ازاي ازاي محمد نقول على محمد صلاح مدعو، ولا نقول له تحقيق، ولا نقول له لا. طيب. لا وكويس انك بتقول ده، لان كان في كمان تويته تانية على لسانك اللي انت بتقول احنا عملنا الخطاب ده فعلا وبعد كده هاني ابو ريده بعنا وتنصل من هذا الخطاب. يا راجل ينفع؟ يا اخي طيب. والله انت مالكش حل وحق ربنا. طيب قول لي بقى النقطة الثانية. طبعا هو بيتكلم على انه اهو يعني بيقول انا ما بطلبش لنفسي بس، انا بطلب لكل اللاعبين. محمد صلاح هنا غير محمد صلاح في ايميلات رامي عباس. بالظبط، برافو عليك، برافو عليك. ايه بقى الاختلاف؟ محمد صلاح في الفيديو ده على راسنا من فوق، ومحمد صلاح طلباته بالنسبة لنا اوامر. راجل وراجل مقدرينه وراجل يا راجل. انا بروح ليفربول، بروح انجلترا وبروح ليفربول، شوف من لندن ليفربول عشان اتفرج على محمد صلاح، بيبقى سايب لي التذاكر اروح اتفرج عليه. طيب وبالتالي هنا يعني يمكن الالتفات لفكره يا جماعه، والله طالما اللعيبه في ناس بتطلع تخبط عليها لازم نشوف لما نعمل معسكر بعد كده ازاي نضمن ان مفيش حد يطلع للعيبه. بس 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 ده موضوع بسيط انه يتحل، ده موضوع بسيط ان احنا نحله، وان احنا لو عندنا اخطاء نصلحها. احنا بنتعلم كل يوم. هو محمد صلاح اتعلم او شاف اللي هو شافه ده مره واحده؟ ما كان في بازل في سويسرا ما شافش اللي شافه في ليفربول. يعني بازل في سويسرا ما كلم عمر محمد صلاح ما جه كلمنا على انه بينام بدري ولا بينام متاخر ولا متضايق من التصوير ولا 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 ولا. ليه الحياه في سويسرا؟ ليه مش بقى اللاعب بيتطور؟ انا لسه بقول لك يعني صلاح الان من احسن كده. احنا كمان من احسن خمسه في العالم، فلازم ادير هذه النجوميه كمان يا كابتن مجدي. احنا كمان يا استاذ وائل بنتطور، لو خطا حصل نصلحه، بس ما نطلعش نتكلم على الملأ، ما نطلعش نتكلم على الملأ. لو ده ابننا، يعني انا لما بطلع رئيس بعثه وابن من ابنائي غلط مثلا او عمل حاجه مشينه، اخر حاجه افكر فيها ان انا ارجعه مصر. اخر دلوقتي الاتحاد في الخطاب اللي هو الحقيقي يعني البيان الحقيقي بيقول فيه ان هو اعتقد ان هو بيان متنقي ومهدئ، ويعني مطلوب ان الامور ترجع لمجاريها. بس قال ان هو هيتخذ الاجراءات القانونيه اذا، اعتقد ده في اشاره الى رامي عباس يعني. لا يا ريس، الاجراءات القانونيه ضد كل من يتجاوز ضد الاتحاد، دي مالهاش بالشرط رامي عباس يعني او غيره. الا في حال التمادي الطرف الثالث. مين الطرف الثالث ده يا كابتن مجدي؟ الثيرد بارتي. مين الثيرد بارتي؟ ماشي، اللي هو مين الطرف الثالث؟ لا ما اعرفش يقصدوا مين الثيرد بارتي في الحقيقه. طيب
يعني واضح الطرف الثاني الاتحاد هنا بيتكلم على ان في الاتحاد وفي كابتن محمد صلاح وفي رامي عباس، يعني اللي فيه تناقض يعني في بين كلام محمد صلاح في الفيديو وكلام محمد صلاح من خلال رامي عباس. حلل الموضوع وشوف هل هناك تناقض ولا لا. ده انت اللي بتدير البرنامج وانت اكثر خبره مننا. طيب خلينا اخد كده الجزء الثاني من كلام الكابتن محمد صلاح عشان نرد عليه ونشوف يا جماعه كيف يمكن ان نصل الى حلول. احنا محتاجين محمد صلاح، وفي نفس الوقت كمان اذا كان في صياغه فيها اهانه لمؤسسات، يعني هنا صياغه متعلقه بمطالب حتى لو كانت المطالب مشروعه، لكن كيف يتم صياغتها دون المطالبة؟ يعني احنا هنا بنطالب باستقالة الاتحاد، يعني لكن لما بتكون علاقة بين لاعب واتحاد الوضع بيختلف. يعني تعالوا نشوف الجزء الثاني من كلام الكابتن محمد صلاح. ايه المطالب وهل المطالب دي تم الاتفاق في الاجتماع اليوم؟ نسأل كابتن مجدي عبد الغني هل هيحققوها لكل اللاعبين ولمحمد صلاح ولا لا؟ يبقى انت محتاج، يبقى في مشكله. هو ليه ما يبقاش عندنا قناعه ان احنا ممكن نبقى غلط؟ انا عادي ممكن ابقى في حاجه غلط واعالجها، بس انا ما بطلبش السكيورتي يقعد محمد صلاح ينام جنبه. مش عايز، انا بقعد انا مع اللعيبه نقعد اتنين في الاوضه، صلاح مش قاعد لوحده في الاوضه. ما بطلبش زيادات عن اللعيبه، ما بطلبش ان انا اروح باوتوبيس لوحدي ولا عربيه لوحدي، ولا عمري اطلب ده، عشان الناس بتفتكر ان انا ممكن اطلب ده. يعني انا ما طلبتش ده ولا عمري هطلب ده. انا طلبت ان يبقى في سيكيورتي عشان خاطر النظام في الاوتيل، اللعيبه تخرج براحتها، عايزين يقعدوا في الريسبشن، عايزين يعملوا ده، عايزين يعملوا ده. بالنسبه لكل الناس، مش عارف ليه خدوها ان صلاح لوحده، واخدين ان صلاح خلاص دلوقتي احنا نكبرها، ان صلاح بيتكبر على البلد ومش عايز ينزل، وبتكلموا ان صلاح بقى في ليفربول. انا في ليفربول بقى لي سنه تقريبا بلعب، والحمد لله ماشي كويس بقى لي سنه او سنين، يعني الحمد لله الدنيا كويسه، ما عنديش مشكله. مش جاي دلوقتي اللي هو ساعه المعسكر بتاع النايجر مثلا او ايا كان، لا هعمل مشكله عشان خاطر مش عايز انزل او عشان خاطر اتكبرت. يعني اتكبرتش في يوم وليله. تاني حاجه، احنا بعتنا خطابات كتيره طبعا جدا، ما تردش عليها، ما تردش عليها باي شكل من الاشكال. بتتساب بالاسبوع والاسبوعين وبعد كده ترد، اوكي هنرد عليك بعد الاجازه، ماشي هنظبط كل حاجه بعد الاجازه، فما فيش اي حاجه ترد عليها. هم قالوا ان كل حاجه طبعا دي ما حصلتش، وقالوا ان مفيش حد بيطلع الاوض الساعه 4. انا مش فاهم ازاي، مع انه ممكن تسالوا الاوتيل عادي جدا، ممكن تسالوا اللعيبه. مش عايز ادخل اللعيبه في الموضوع عشان المشكله بتاعتي انا. انا ما طلبتش معامله خاصه من حد، ما طلبتش ان انا اتعامل معامله خاصه ولا ان انا امشي لوحدي ولا اعمل ده كله. انا بطلب حاجه بشوفها بعناية انها تتعامل بره، وبشوف ان احنا عندنا الامكانيات وسهل جدا ان احنا نعملها. يعني انت ما بتعملش حاجه خارقه ان ما حدش يقدر يعملها. بص على اي فرقه او اي منتخب بره، بتلاقي معاه حد الحرس الخاص بتاعه، الناس بتعمل لهم كل حاجه، بيقعدوا في الاوتيل لوحدهم، بيقعدوا في الريسبشن، بيقعدوا في كل حته. الموضوع بالنسبه لهم سهل، مش لازم عشان لعيبه لازم يبقوا مظلومين وطالع عينهم. يعني لا، ممكن نعيش حياه طبيعيه جدا في المعسكر ونبقى مبسوطين. ده النقطه المهمه اللي او من اهم النقط اللي كنا بنتكلموا عليها النهارده واحنا كنا بنتكلم عليها. يعني عشان بس كاتب نقط. الفكره كلها ان هم كمان واخدين ان المشكله، يعني كل الكلام كله ان اسلوب رامي وحش او المحامي بتاعي اسلوبه وحش. ما انت في مشكله، حل المشكله وسيبك من اسلوبه. انا ما اعرفش اسلوبه وحش في ايه، مع ان الكتابات كلها دلوقتي في النت ما شاء الله، يعني هم سربوا او الخطابات كلها اتسربت، ومع ان ده مش قانوني ومش فاهم ازاي، وممنوع ان حاجه زي كده تتسرب. كل حاجه دلوقتي، بعد انا ما قلت ان انا هطلع لايف، كل حاجه دلوقتي بقت تتسربها في الميديا عادي جدا. ان الخطابات دي ما كانتش موجوده اصلا قبل خطابهم هم او قبل المؤتمر الصحفي بتاعهم هم، الخطابات دلوقتي بقت في الميديا عادي. وشوفوا يا جماعه كلكم عشان عارفين ان انا اطلع لايف. اوكي، موضوع ان انا حد يستناني عندي الطياره، انا بقصد بيه او المقصود بيه، مش انا اقصد بيه، المقصود بيه ان انا لما بنزل مصر، لما بتيجي تخرج من اي مكان، يعني تبقى كله عارف ان بيبقى في زحمه في المكان، لما بتخرج عادي بيبقى في زحمه. انا ما طلبتش ان انا ابقى مع اللعيبه في المعسكر واسيب واحنا مسافرين اروح انا في مكان لوحدي وامشي من طياره لوحدي وعربيه لوحدي، ما فيش الكلام ده كله. انا بتكلم من ساعه وصولي من لندن ان انا يبقى في طريق سهل شويه. في ناس كتير بتعمل في اي بي، وفي ناس بتعمل كذا طريقه ان انا اخرج بيها. ده المطلوب منهم، ده المطلوب ان انا كنت بطلب منهم كده.
ان هو تسهل لي الاجراءات ان انا اخرج شويه، انما محدش قال ان اكسر قواعد البلد وما تعملش زي الناس، لا ما حدش طلب ده. بس ما افتكرش ان كل الناس بتيجي تمشي من طريق واحد كله مع بعضه، مش دايما، وما طلبتش غير ان هي تسهيل، انك تسهل الموضوع ده. لكن انا ما اعرفش اتاخدت ازاي ان هو مع ازاي مع الفرقه تمشي لوحدك، يعني ما اعرفش الكلام ده جه منين، انا ما كتبتوش وما انطلبش ومش محطوط في الخطاب ولا اي حاجه. بس هي الفكره كلها ان الكلام لازم يبان شويه للناس ان محمد ازاي اتغير، ومحمد ازاي بقى ضد البلد، ومحمد ازاي مش عايز ينزل. الناس ما بقتش تصدق الكلام ده، احنا في 2018 لسه بنتكلم ازاي المحامي بتاع الكولومبي بنتكلم في خطاب من اتحاد الكوره ضد لعيب او اتحاد الكوره على حد معين اتذكر فيه كلمه الكولومبي 20 مره واحنا في 2018. فما افتكرش ان ده حاجه كويسه ان احنا عاملين بس نبين للناس قد ايه ان هو المحامي بتاعه هو سبب المشكله. ما افتكرش ان المحامي بتاعه سبب المشكله. تاني حاجة موضوع ان هو صلاح بيطلب ان محدش يقابله ومحدش يتصور معاه ومحدش يطلع له الأوضة. ما افتكرش ان في حد، يعني ما افتكرش ان في لعيبة، انا بلعب بره الحمد لله بقالي فتره طويله، وعمر ما شفتها ان حد ممكن يجيب لي حد يطلع يقعد معايا في الاوضه ويتصور معايا ويقعد معايا ويتكلم معايا. مش الموضوع مش موضوع تناك، الموضوع ان انا لعيب واحد مع واحد مع صديقي او لعيب تاني ليا في الاوضه، يعني انهي ازاي لعيب ناس تانية تطلع تسلم عليا وتقعد معايا في الاوضه؟ واللي بيقول لك ما بيحصلش، امال بيحصل مع مين؟ ما انا الشخص اللي بيحصل معايا الحاجات دي، انا الشخص اللي انا بندر في الحاجات دي. انا تاني برجع اقول انا بطلبش امتيازات، انا بطلب الحاجات اللي انا بشوفها بره الحاجات دي. والله انا يعني مش محتاج احلف عشان احنا بنتكلم يعني في موضوع، انا الحاجات دي اتعمل لي بره، مش عايز اقول صلاح لوحده بس اتعمل لي بره من ناس من غير ما اطلبها. انا ما طلبتش اي حاجه من الناس انها تعمل لي دي، وبيعملوا لي دي عشان بيقولوا لي انت وضعك دلوقتي مختلف شويه، فانت لازم تاخد 1 2 3 4. الحاجات دي كلها بتتعمل لي من غير ما اطلبها. انا في مصر لما اجي اطلبها اصلا مفيش رد، انا ما عنديش مشكله انت تقعد ترد وتاخد وتدي معايا، لا ده مش مطلوب، ده مش هينفع، ده مش هنقدر نعمله. بس الحمد لله عندك كل الامكانيات اللي تعملها، وبالنسبه للمنتخب مش لعيب كصلاح، بالنسبه للمنتخب انك تقدر تعمل الحاجات دي كلها، ودي حاجات صغيره جدا بتسهل لك حاجه، يعني بتخلي اللعيب نفسه مركز في الماتش ومركز في كل حاجه. انا ما طلبتش حاجات، انا مطالب كل حاجه ان انا ابقى مرتاح في الاوضه، ما حدش يطلع لي في اي وقت، ما حدش يخبط عليا في اي وقت، ما حدش يلاقيه بيرن الجرس وداخل عليا في اي وقت. ده انا كل اللي طلبته، ما طلبتش انا اي حاجه، ومش جاي دلوقتي ان انا استعط في الناس واقول لك بص الحقوني يا جماعه. لا انا بقول لك على مشكله انت اللي طلعت في الاعلام عشان تتكلم فيها، فانا بقول لك هي المشكله 1 2 3. فدلوقتي انا الحاجات اللي طلبتها كلها طلبات عاديه، وكانت مشكلتك كمان في الطياره وان احنا نروح ونروح ازاي بطياره خاصه، واللعيبه عندها طياره خاصه، عندنا طياره خاصه، الفرقه عندها طياره خاصه، والمنتخب طبعا عنده طياره خاصه، ودي حاجه تحسب للناس اللي بتعمل كده. بس في جزء كبير لازم تبقى فاهمه، اللعيبه لازم تسافر بيزنس وتبقى مرتاحه في اي طياره ايا كانت الطياره. كل المنتخبات الافارقه بيسافروا في طياره بيزنس، كل المنتخبات. كنت بتكلم مع لعيب افريقي معايا في الفرقه طبعا يعني عارفينهم من غير ذكر اسامي، بيتكلم كل سفرهم بيزنس، وكل طياره بيركبوها بتبقى بيزنس، عشان اللعيبه لازم تبقى رايحه مرتاحه، مش راكبين جنب بعض ايكونومي وقاعدين بس كل واحد فارد رجله على الثلاث كراسي وكده اسمك انت مرتاح. انا كده مش مرتاح، انا في حاجات صغيره جدا جدا ممكن تبقى يعني حاجات صغيره بس بتفرق جدا مع اللعيبه. اللعيبه لما يبقى رايح 5 6 7 8 ساعات سفر وراكب بس ثلاث كراسي قاعد حاطط رجله عليهم، ما انا مش فاهم، اللعيبه بتبقى مش مرتاحه. في لعيبه ما بتتكلمش، بس انا دلوقتي واجبي ان انا اتكلم. انا بعتذر تاني، انا مش كابتن فرقه، بس في لعيبه ما بتتكلمش. ف انا مش عايزك تقعدني بيزنس وتقعد اللعيبه ورا ايكونومي. انا ما طلبتش ده، انا بقول لك خلي كله ازاي يبقى المنتخب مصر بالاسم ده والحجم ده، وانت والامكانيات الموجوده، لان الحمد لله داخل فلوس كتيره جدا بالنسبه للمنتخب بعد صعودنا كاس عالم وايرادات كويسه جدا من السبونسرز والحاجات دي كلها. عندك كل الامكانيات، مفيش حاجه اسمها مش موجوده، كل الامكانيات موجوده. فكل اللي انا بطلب بيه كان حاجه ليا وللمنتخب، ما طلبتش حاجه. اللي قلت لصلاح لو في طلب واحد صلاح طلبه ليه شخصيا انه قال اللعيبه ما تاخدش زيه او اللعيبه ما تعملش زيه، قول عليا يعني. افتكر انت قلت كل حاجه في المؤتمر وحاولت تطلع شكلي اللي هو اللي كاره البلد بالشكل اللي انت عايزه، والناس تاكد ان هم مش هيصدقوا ده كله. الناس انا الحمد لله انا
عارفه لما صلاح بينزل يأدي المنتخب بيأدي بشكل عامل ازاي وطلع كل حاجه في الملعب. يعني حاجه اخيره بس، هي الفكره كلها ان انت بتدخل المحامي بتاعي ان هو طرف ثالث، طرف ثالث، طرف ثالث. هو انا ما عنديش مشكله او انت عندك مشكله لازم تفهمها، ان ما فيش حاجه اسمها تبقى في يعني تبقى في اتصال بينك وبين اللعيب دايركت. يعني انا ما عنديش مش يعني ما بقولش ان انا بتنك وان انا كده، العالم كله ماشي كده. انت طبعا على درايه اكتر مني بالحاجات الاداريه، بس هو الطبيعي جدا ان اللعيب المحامي بتاعه او الوكيل بتاعه هو اللي بيمثله، فهو اللي يتواصل معاك. فانا مش عارف ليه انت مش قابل دي، ودايما في الخطابات بتاعتك ده طرف ثالث. هو مش طرف ثالث، هو الممثل بتاع محمد صلاح، فده الطرف الثاني هو وصلاح. يعني هو بيتكلم باسم صلاح، ما بيصحاش الصبح يكتب خطاب ويقول لك اصل ده من طرف انا، هو ده طرف تاني في الموضوع زيه زي. فلازم يتعامل المعاملة بتاعت صلاح، ملوش دعوة بقى انه كولومبي اي جنسية، هو ملوش دعوة بالموضوع ده، هو لازم يتعامل معاملة طرف تاني. فمش كل مشكلة تحصل ما بيننا يتقال عليها اصل الوكيل بتاعه او المحامي بتاعه هو سبب المشكلة عشان هو مش مصري. يعني ما افتكرش ان ده حل المشكلة. انت بتحلش اصلا مشكلة مؤقت، انت كل شوية بتعقد الموضوع بانك بتدخل ده طرف ثالث، ده واحد كولومبي. الموضوع مش كده خالص، الموضوع اسهل من كده. الموضوع انت بتتكلم كواحد بروفيشنال، واحد بروفيشنال بترد عليه بخطاب، بترد عليه بايميل زي ما بيرد عليك وخلاص، والموضوع يبقى ماشي قانوني وكل واحد يبقى عارف هو واقف فين. انما انك تسرب بالخطابات اللي موجوده ما بينكم وتسرب كل حاجه وعشان خاطر تشوف رد فعل الناس وبعد كده تشوف الخطاب تاني، انا ما افتكرش ان ده حل خالص بالنسبه لينا ولا بالنسبه للمنتخب خالص في الفتره دي. فانا معلش لو طولت عليكم شويه، بس ده كلام كان لازم مهم جدا بالنسبه لي ان انا اقوله، واتمنى ان شاء الله ان الفتره الجايه بالتوفيق لمنتخب مصر ونعمل نتائج ايجابيه. شكرا. الاخيره دي يعني هي اللي تهمنا، يعني اللي هو يعني حتى صلاح في الجمله الاخيره برغم كل ده لكن بيقول ان شاء الله نعمل نتائج ايجابيه فيما هو قادم. يعني كابتن مجدي هنا ما فيش وسيله اتصال مباشره، معقوله؟ انا من الكلام ده كده انا شايف ما فيش وسيله اتصال مباشره بين اتحاد الكره والكابتن محمد صلاح، امال بيتكلموه ازاي؟ يا سيدي الفاضل، الراجل بيقول لك ما ينفعش تكلم اللعيب مباشره، انت وكيله، كلم وكيله. طب يعني معنى كده يا محمد انت موافق على ان انت بقى يبقى انت اللي بتقول ان اتحاد الكره قدم استقالته؟ ليه؟ ازاي انت لعيب وتقول ان اتحاد الكره قدم استقالته؟ انت رايك ايه في الكلام ده يا استاذ وائل؟ انت رايك ايه؟ لا هو في العلاقه بين اللاعب والاتحاد، لا يعني هنا في الـ هو احنا بنتفق مع عايزين اللعيب نمضي معاه عقد، ده جاي يمثل بلده، ازاي ما تبقاش العلاقه بيني وبينه مباشره؟ يعني ما يعني مفيش علاقه مباشره. انا شايف ان محمد خانه التوفيق في بعض الكلام اللي قاله، وشايف ان محمد واضح انه ما يعرفش الايميلات فيها ايه. اما يقول لك وبعدين احنا ما جبناش سيره كولومبي، يا رب يبقى كولومبي ولا هندي ولا طلياني ولا امريكاني، احنا ما يهمش، بس هو بيقول لك ما تتعاملش مع الوكيل بتاعه لانه طرف ثالث. يعني هو طرف ثاني يا سيدي الفاضل، يعني معنى ده انا لو اتعاملت، ده انا كويس ان انا بقول طرف ثالث، لان انا لو اتعاملت على انه طرف ثاني يبقى في واقفه مع محمد انه بيقول لاعضاء مجلس اداره الاتحاد ورئيس الاتحاد عضو مجلس اداره الفيفا استقيل ومديك فرصه 5 ايام. الله، ده ولا اللي خاطف حد من عندنا ومدينا مهله لحد ما يرجعوا لنا. لا ده برضه ده مش كلام، لا مش كلام منطقي يعني، وما يطلعش محمد صلاح ابن البلد وابن الريف. فانتوا عشان كده فضلتم استخدام تعبير الطرف الثالث حتى لا يتم تحميل صلاح هذا الكلام. يعني احنا مش عايزين نحمله اي حاجه. يوم هو محمد طالع يقول انتوا بتقولوا ليه عليه طرف ثالث؟ لا يعني معنى كده انت اللي قايل يا محمد ده لو لعيب كره بيتحكم، ده بيليه ما تحكمش في اتحاد البرازيل؟ الله، مارادونا ما تحكمش في الاتحاد الارجنتيني، ميسي ما بيتحكمش. ميسي متهم باختيار واستبعاد لاعبين واختيار المدرب يا ريس، ده موضوع. طب ما هو محمد صلاح برضه عنده لعيبه بيحبها ولعيبه بيرتاح لها، بيقعد مع المدير الفني ممكن يجيبهم، ما هو في اختيارات وفي كواليس الناس مش عارفاها برضه.
يعني يمكن انه يقول انا اللاعب ده كويس. لا لا يقول لك انا برتاح مع ده بصفته نجم الفريق وبصفته انه واحد من اهم اللعيبه. انا نفسي كان مايكل سميث مدرب منتخب مصر سنه 86 بطوله افريقيا كان بيقعد معايا تقول لي تلعب ايه وعايز تلعب ثاني مركز وتلعب جنب مين. لكن في النهايه ما بتحددش انت. لا ما بياخد مني الاسماء ممكن هو يجيبها عشان يريحني بصفتي لعيب مهم عنده. بما يخدم مصلحه الفريق. ما ايوه بما يخدم مصلحه الفريق طبعا بما يخدم مصلحه الفريق. لا بس انا فهمت من كلامك ده يا كابتن مجدي ان صلاح يفرض لاعبين على المدير الفني. لا يا سيدي الفضل انا بقول لك ماما انا بقول لك ممكن يكون هناك. انت بتقول لي ميسي انت بتقارن بميسي انت وائل بتحب تلعبني وانا ما مصحصح لك. انت بتقول لي ميسي ما هو أنا بس بقول لك ليه لا وبقول لك ممكن محمد صلاح يتخذ رايه. بقول لك ممكن انا ما قعدتش خالص ولا محاضره عمري في حياتي ما قعدت محاضره المنتخب مصر اسمع بيتكلموا فيها فنيا في ايه. لان احنا دخلنا الاتحاد وكان المنتخب ماشي وما كناش عايزين نعمل اي بلبله واخد بالك. فانا ما اعرفش ايه اللي كان بيتقال ولا ايه اللي بينهم ولا انا كنت وحتى ما طلعتش رئيس بعثه المنتخب مصر الاول من ساعه ما دخلت الاتحاد لحد دلوقتي. طب قول لي يا كابتن مجدي دلوقتي الكلام اللي قاله محمد صلاح ده كان في تقرير هيصدر عن تقييم اداء البعثه بالكامل وعن الاخطاء اللي تم الوقوع فيها وعن المخالفات التي حدثت وتحدث مساءله. اختفى هذا التقرير و مين اللي هيطلع التقرير ده؟ مين اللي هيطلع التقرير؟ مين ما انا معرفش. المدير الاداري واتحاد الكوره كمان. المدير الاداري عمل تقريره ولا مذكر اي اخطاء. قال لك ان في بعض التجاوزات من بعض اللاعبين اللي عملت كذا وما كانش وتم التنبيه عليهم وخلاص والتزموا. المدير الاداري كتب تقرير عادي جدا. المدير الفني اللي مشي كتب تقرير عادي جدا وان احنا عملنا كذا وان منتخب مصر حقق نجاحات وان 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 والحمد لله وصلنا وبتاع وخلاص. واحد ماشي الكلام اللي بيقوله محمد صلاح ده بقى الجانب اللي بعيد عن وكيله خال. لا كلام معناه يا كابتن مجدي ان كان في فشل اداري تام يا في اداره البعثه في كاس العالم. انت لم تكن مسؤولا ازلكش كمسؤول. ده ما نطلعش نقوله لا على التلفزيون ولا نبعته في ايميل ولا انت محمد صلاح عمال يقول لك مش انا وبعدين يغلط شويه يقول لك انا بس. لا ده مش انا ده اللعيبه. انت الايميلات عندك فيها لعيبه. لا انا بكلمك خلاص سيبنا من رامي عباس. أيوة طيب ما انا بقول لك اهو ما انا بقول فكره ان اللاعبين ما كانوش مركزين بسبب انه ما فيش. الاول عندك انت طياره كلها بيزنس عشان نركب اللعيبه فيها. بس هو بقول لك المنتخبات الافريقيه بتطلع كلها في البيزنس. طيارات يعني. بيزنس. نعم المنتخبات الافريقيه في طيارات بيزنس. لان اللاعب لما بيكون مرتاح يعني انت لو عديت كده كام مقعد في البيزنس يا كابتن مجدي. ما هتقعد في بعض هيقعد وبعض مش هيقعد. مين اني طياره انت عندك البعثه بتطلع 23 لعيب. لا ما يهمش في طيارات كبيره هتاخد فيها اللاعبين. ما احنا مش بنناقش الطيارات واحنا بننقيها. هو احنا بنقي احنا رايحين مسافرين احنا راحت اللاعبين ده هدف عندك يا كابتن يا سيدي الفاضل. احنا انت مسافر هام او كان بتاع في فؤاد المهندس انت بتقول لشركه مصر الطيران او انت عامل عقد مع شركه مصر الطيران بتقول لها هاتي لي بوينج 747. لا 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 انت بتشوف الرحلات المختلفه عندك. مفيش رحلات ده احنا جبنا طيارات خاصه عشان ما ننزلش في مطارات. انا بقول لك احنا كنا عشان نروح بلد كنا بنقعد 15 يوم هناك وكنا ننزل في 3 مطارات ننام في المطار. الوقت اتغير. طيب الزمن اتغير. المضمون النهائي في كل ده اللي انا بسمعه من الكابتن محمد صلاح ولما اسمعه من محمد صلاح غير لما اسمعه من حد تاني يا كابتن مجد. ليه؟ لان محمد صلاح لما يقول ده معناه انه كان تعبان جدا خلال رحلة كاس العالم، تعبان من الصور الكثيرة،
انا يعني انا شفت ناس كتير يعني يقول لك انا طلعت ابن خالتي يتصور مع محمد صلاح، ولانهم شخصيات عامه فانا مش عاوز اقول يعني، ومنهم بعض الزملاء يعني، انا طلعت اخويا يتصور مع محمد صلاح. ما هو ده كله يا كابتن عيب نفسي وجسدي. ده يتقال في اوضه مغلقه بنقول ده يتقال، ده حاجات، دي حاجات ما فيش في حته في الدنيا. ممكن يبقى في اخطاء، ممكن يبقى وارد ان 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 في حاجات ضايقته. ما جاش ليه اتكلم مع رئيس الاتحاد؟ رئيس الاتحاد نفسه كان موجود مع البعثه، لو كان في نائب لرئيس البعثه ما راحش ليه قال له الشكوى بتاعته دي؟ ما هو من حقه يشتكي، من حقه. انا يا فندم يا رئيس البعثه، يا فندم يا نائب رئيس البعثه، لو سمحت احنا بنتضررين من طلوع الناس عندنا، ما تطلعوش حد خالص. لو رئيس البعثه ما التزمش وما عملش اللي اللعيبه عايزاه، يبقى ساعتها رئيس البعثه يعاقب او نائب رئيس البعثه يعاقب. طيب انت انما ما انت ساب الموضوع عشان تخليه معاك وبعد كده في الاخر تقول يعني الراجل ممكن يكون اثناء المباريات كاس العالم يعني ربما فضل عدم اثاره هذه الموضوعات، وربما كانت الامور ماشيه تمام ومحدش بيطلع الساعه 4 ولا حد بيطلع الساعه 3. ما هو مش هيكذب في دي يا كابتن مجدي. لا بقول لك يمكن ده ممكن، ما هو انا ما بقولكش انه بيكذب، انا بقول لك انها حصلت، لكن ساعه كاس العالم ما حصلتش، ما حدش طلع له الساعه 3 الصبح ولا 4 الصبح. وبعدين لابد من ان ازاي انت بتقول انه التقرير ما فيش فيه حاجه وكانه الصوره كانت ورديه تماما؟ أنا مش فاهم يعني. انت نطيت في حته تانية ليه؟ ما تخلينا في اللي احنا فيه. ما هو التقرير مطابق. انت ما عندكش ضيوف النهارده، انت عارف انا بقالي قد ايه معاك على التليفون. انا بس بحاول اخد منك. انت ما عندكش ضيوف يا استاذ وائل النهارده؟ بحاول الاقيك تتكعبل كده في حاجه ولا بتاع، فما اتكعبلتش. ماشي يا كابتن مجدي، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي، ما تحرمش منك ابدا. كل سنه وانت طيب يا كابتن مجدي. طبعا يا جماعه انا اللي يهمنا في كل ده حاجتين. واحد، محمد صلاح قيمه كبيره جدا ولازم نحافظ عليها، وكمان لازم نشوف كيف يمكن اداره النجوميه طبيعي انها لما بتتطور وتزداد لمعانها وتزداد شهرتها مش هتبقى زي. وبعدين في سؤال يعني نسأله لنفسنا، هو محمد صلاح متواضع ولا مش متواضع؟ لا متواضع، لأنه الحقيقة العالم كله بيلمس ده بالعكس ميزة محمد صلاح الأساسية في أدبه الشديد وفي أخلاقه وفي عطائه وفي تواضعه يعني. لكن يبدو أن في مشكلة متعلقة بأن لما في نجم، لأن احنا الحقيقة يعني طيلة السنوات الماضية كان عندنا نجوم احترفوا نعم، لكن ما وصلوش الى انهم يبقوا من احسن 3 في العالم يعني. محمد صلاح الان انا اكاد اجزم انه من احسن 3 ان لم يكن احسن 2، ان لم يكن هو الافضل في العالم الان بعد ان كبر سن ميسي ورونالدو والاداء حتى اختلف. الناس بتتكلم عن الاداء المتذبذب عند عدد كبير من نجوم العالم، وان محمد صلاح يعني هو القادم، هو ومجموعه كبيره من اللاعبين منهم مبابي في باريس سان جيرمان اللي كان تالق مع فرنسا، وعدد كبير من اللاعبين يعني اصبحوا في مصاف الخمسه الاوائل او الثلاثه الاوائل في العالم. يبدو ان في مشكله متعلقه باداره نجوميه محمد صلاح، دي مشكله. في مشكله ثانيه متعلقة كمان بالوكيل، وكيل محمد صلاح. ممكن يكون محمد صلاح بيتفق مع وكيله، لأن صلاح للأمانة مش عاوز يبيع وكيله ويقول أنه للأسف صاغ بعض الجمل بشكل مهين وبشكل أنا مش مسؤول عنه وربما يكون في مشاكل، لكن هو قال لا، ما فيش حاجة اسمها طرف ثالث، في طرف تاني فقط وهو يمثلني يعني. كابتن مجدي عبد الغني بيقول لا، احنا فضلنا ان احنا نستخدم تعبير الطرف الثالث علشان ما نحملش محمد صلاح بعض الجمل والعبارات المهينه اللي قيلت على لسان رامي عباس. واضح ان رامي عباس لما بيقعد يصيغ الكلام اللي اتفق معاه مع الكابتن محمد صلاح بتبقى في مشكله في الصياغه يعني. حكايه اقاله احنا هنا نطالب بان الاتحاد اللي فشل لا يجب ان يستمر. لكن وكيل لاعب البعض هيقول لا، يعني من المهين ان يحدد مهله لاتحاد الكره انه خلال 5 ايام يمشي.
ده صلاح ما عملهاش يعني. حاجة تانية كمان، انه من الواضح ان في مشكلة كبيرة في التواصل مع الكابتن محمد صلاح. صلاح متواضع، لا يمكن ان يكون مثلا عنده حالة من العنجهية فبيقول لا انا مش هتعامل مع حد بشكل مباشر، لكن هو النجم يا جماعة اول ما بيتحول لنجم كبير بيتحول الى مؤسسة ويدار كمؤسسة مش كشخص ممكن تكلمه في اي وقت، لا هو تحول الى مؤسسة ويتم ادارته اعلانيا وبالتواصل وبالاتصالات بشكل مختلف عن محمد صلاح لما كان بيلعب في المقاولين، او محمد صلاح لما كان بيلعب في بازل السويسري، او حتى محمد صلاح لما كان بيلعب في روما لم يكن اكتسب كل هذا البريق واللمعان. في ليفربول دخل في مرحلة تانية جعلته من افضل 3 أو 5 في العالم. ده محتاج ادارة هذه النجومية. الحاجة التانية، بعض مطالب محمد صلاح هي مطالب عادلة ومشروعة، ربما صغها رامي عباس بشكل لا يليق، لكن هي بعضها أو معظمها مطالب مشروعة. لما يقول أنا عاوز سيكيورتي، لأن اللي بيحكيه ده أنه أي حد يخبط ويطلع يتصور، اضحك الصورة تطلع حلوة، ما ينفعش. طب ما اللاعب مع كل وقفة هيوقفها كده ما هيتعب ومش هيركز، وخاصة لو لك أن تتخيل لو في 30 واحد طلبوا يتصوروا معاه قبل اللعب، وهو هنا الراجل لو هو مصاب بالعنجهية هقول لك إيه يعني يا أخي ما تتصور، لكن لا، ده جزء من الراحة الجسدية، جزء من أدواته في الملعب يعني والتركيز. فالحال لابد انه يتم تحقيق هذه المطالب لكل اللاعبين، ان يبقى فيه فكرة المعسكر يبقى محكم منغلق ومغلق تماما، وما ينفعش اي حد يطلع يخبط. لما كنا بنقول هذا الكلام خلال كاس العالم كانوا بيطلعوا بينفوه، صلاح طلع قاله. صلاح في الفيديو يختلف عن صلاح في ايميلات رامي عباس، نعم. وهنا ده محتاج للكابتن محمد صلاح بهدوء شديد يقول لرامي عباس استخدام بعض الجمل، الصياغات لابد من انه بعد ما يتم صياغتها ابص عليها بصة، لا تبص عليها بصة على اعتبار انه ما ينفعش اذا لم يتم تنفيذ ده خلال 5 أيام تمشوا. ده كلام احنا ممكن نقوله في الاعلام ونطالب به، لكن في علاقة بين وكيل لاعب واتحاد كرة ليس مقبولا وليس لائقا يعني. لكن مطالب محمد صلاح يجب النظر إليها بموضوعية والتعامل معها، وإزاي يا جماعة نحلها، لأن اللي يهمنا هو إحنا داخلين في بطولات قادمة، هندخل هيهمنا إن إحنا ما يبقاش كاس العالم ده الوصول إليه كان صدفة بعد كل هذه السنوات، لا خلاص منتخب مصر لابد أن يحجز مقعدا ثابتا دائما في بطولات كاس العالم القادمة. كمان بطولة كاس الأمم الأفريقية لازم يكون طموحنا أن احنا نحصل عليها. فكرة التمثيل الجيد والمشرف تجاوزناه. كل دي أعتقد مطالب، مشاكل، أزمات يجب حلها. وانا سالت الكابتن مجدي عبد الغني عن ايه اللي تم، ممكن يكون بعض الصياغات بتبين ان في فجوه بين محمد صلاح وبين خطابات وكيله، دي محتاجه حل، والحل هنا عند محمد صلاح. في مطالب مشروعه الحل فيها عند اتحاد الكره ولابد من تحقيقها، وهنا المعسكر القادم لابد أن يكون منضبطا تماما. اللاعب فيه ما بيشوفش حاجة تانية، ما فيش حاجة اسمها اضحك عشان الصورة تطلع حلوة، ما فيش داعي للصور التذكارية، ما فيش داعي لأن اللاعب ممكن يطلع له أي حد في أي وقت. محمد صلاح في الفيديو بيتكلم عن أنا بطلب ده يا جماعة لكل اللاعبين، رامي عباس بيطلب ده لمحمد صلاح فقط، ويتحدث بلغة فيها بعض العنجهية يعني علينا ان احنا نتخلى عنها. تعالوا نساند محمد صلاح، نحافظ على نجوميته وفي نفس الوقت
لا نقبل أي صياغات مهينة يعني، ويمكن إنها تظهر محمد صلاح بمظهر أنا واثق إنه مش ده محمد صلاح. محمد صلاح المتواضع شديد الأدب اللي بيستخدم جمله جيدا، بيستخدم تعبير لحد وهو بيتكلم بيقول أنا يجب ما أقولش الكلام ده اللي يقوله كابتن الفريق، أنا مش الكابتن لكن أنا مضطر إن أنا أقول ده علشان أدافع عن نفسي. وبالتالي هنا يعني حتى أتمنى إنه يبقى في العلاقة تأخذ، طالما إنها هتستمر يعني، ناخد من الجملة الأخيرة اللي قالها محمد صلاح إنه تعالوا نبص لقدام ونشوف إيه اللي ممكن نعمله. اللي أنا بقى مندهش له تقرير بعثة كأس العالم الذي لم يصدر حتى الآن، ولا أحد تم مساءلته ولا أحد تم محاسبته. هي دي المصيبة الكبرى بقى، بعيدا عن محمد صلاح وبعيدا عن رامي عباس وبعيدا عن هذه المشكلة، نحاسب مين في الأخطاء التي حدث اللي اعترف بيها أيضا محمد صلاح وقال أنا ما كنتش عايز أقول الكلام ده. لكن اللعيبة نعم، أي حد بيطلع يخبط، أي حد بيطلع يقعد، التقاط الصور، في مشاكل متعددة ومختلفة يعني. طيب هنكمل معاكم بعد الفاصل، ودي القضية اللي حظيت باهتمام الرأي العام، قلنا نناقشها بهدوء بعيدا عن التراشق اللفظي، بعيدا عن المعارك والصدامات، هي محتاجة إلى وقفة نبص فيها لمصلحة منتخبنا اللي لابد أنه يفوز ببطولة كأس الأمم القادمة، ولابد أن هو كمان يحجز مقعدا دائما وثابتا في كأس العالم. مشاهدينا نحييكم من جديد. التغيير اللي شفناه حالا ده متعلق بالمطرب سعد المجرد اللي هو في واقعة تانية لاتهامه بالتحرش الجنسي في فرنسا، وده أدى إلى أنه حتى تحدث حالة من الانقسام بين الفنانين، كان الجميع يعني يتعاطفون معه في القضية الأولى، فلما بقت في قضية تانية فقالوا بالتأكيد في علامات استفهام، بالتأكيد في مقدمات يعني، بالتأكيد حتى في وقائع، وبالتالي حدث انقسام بين الفنانين. في عدد كبير من الفنانين علقوا هجوما عليه، وعدد آخر علقوا يعني في المنطقة الوسط يعني، انتظروا يا جماعة يجوز انه يكون مظلوما، لكن بعد الواقعة التانية اللي يتهم فيها بالاغتصاب وبالتحرش الجنسي فده أثار جدلا شديدا يتعلق به. القضية اللي احنا هنناقشها دلوقتي هي توابع قضية ناقشناها قبل كده، توابع زلزال، لأنه قضايا التحرش والاغتصاب هي بمثابة زلزال في المجتمع، ودايما بيتم إدانة المرأة مسبقا. هتلاقوا شوفوا في وقائع التحرش يبتدي الناس تقول لك ايه ده لبس البنت مش كويس، وكأننا نعطي شماعة، نعطي مبررا للمغتصب والمتحرش، نبتدي نطلع نقول البنت ده اكيد غمزت له، ده اكيد سلوكها مش كويس، في إدانة مسبقة في المجتمع للبنت، واحيانا يحدث احتفاء بالمتحرش. لما لاحظت ان في بعض الكتابات اللي فيها انقسام ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بقضية التجمع اللي هي منا، اللي ربما يعني لجأت الى وسيلة هي الاولى من نوعها، اللي هي صور كل من يعكسك او يتحرش بيكي صوريه وشيري وافضحيه، كوسيلة للدفاع عن النفس اولا ولعقاب المتحرش ثانيا. بعدها في تعليقات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد إنه حتى الشخص اللي كان متهما بمعاكستها، هو كان معانا في مداخلة قبل كده، نبتدي نسمع إنه هو تلقى عروضا لإعلانات ولأفلام سينمائية. فهنا الحقيقة يعني ده أصبح نموذجا لبطولة من نوع خاص،
وهي يجب انها تكون بطولة من الاصل. ثانيا كمان وجدنا ان البنت بتتكلم على انها بتتعرض الى حملة نفسية ادت الى انها سابت شغلها، بالاضافة الى اتهامات لتشويه سمعتها وتشويهها. وبدأ البعض يقول البنت اخطأت، وناس تانية تقول الولد اخطأ، وناس ثالثة تقول الاتنين اخطأوا. طيب تعالوا نحدد الـ او نضع النقاط فوق الحروف في قضية مهمة جدا، نتعامل ازاي مع هذه القضايا. طيب لماذا يتم إدانة البنت مسبقا بهذا الشكل؟ لماذا احيانا يتباهى الرجل بغزواته النسائية والجنسية دون ان يشعر بأي خجل؟ وليه احيانا تتحول ده الى بطولة زي ما شفنا في على مواقع التواصل الاجتماعي؟ تعالوا نناقش القضية، ونناقش كمان تاني، نعيد مناقشة اللي حصل. اللجوء الى الاسلوب، هي منا اعتقدت انه هذا الاسلوب اللي اثار جدلا شديدا هو اسلوب اولا للحماية، حماية نفسها، ثانيا كمان لعقاب المتحرش وتحذيره. بعد الضجة وبعد ان استكانت العواصف وبعد ان هدأت القضية الى حد ما، مع ان وجدنا انه المتهم فيها بيهدد باقامة تقديم بلاغ، وقال بالفعل انه قدم بلاغا وحيقيم دعوة قضائية ضد منا، ومنا نفسها كمان بدأت تشعر بانها اصبحت متهمة بعد ان كانت ضحية. من الجاني هنا ومن المجني عليه؟ من الجلاد ومن الضحية؟ هناقش ده مع ضيوفي داخل الاستوديو. استاذة رؤى يسري، وهي صديقة ومؤيدة لمنا، صاحبة واقعة التحرش. رؤى اهلا بيك. استاذ عصام عجاج المحامي. استاذ عصام اهلا بيك. اهلا بيك استاذ المشاهدين. على الجانب الاخر الدكتوره ميسون الفيومي، عضو استاذ العلاقات الاسريه والزوجيه. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بحضرتك. استاذ ميشيل حليم المحامي، اهلا بيك. استاذ ميشيل بيك. خلينا نشوف هذا التقرير اللي بنلخص فيه اللي انا قلته في المقدمه، الجدل اللي حدث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد القضيه اللي اثارت اهتماما كبيرا، وهي قضية تصوير من يعاكس أي فتاة. صوري وشيري وافضحي، حماية لك وعقابة وعقابا له. من جان ومتهم بالتحرش إلى شخص مشهور يتصور معه المواطنون وكأنه نجم، قصة لن يصدقها أي شخص، ولكنها للأسف حدثت مع المتهم بالتحرش في التجمع عقب إعلان الصحف والمواقع الإخبارية خبراً يتضمن اشتراك متحرش التجمع في إعلان لشركة شهيرة بالإضافة إلى تعاقد إحدى شركات الإنتاج معه لعمل فني، انهالت ردود الأفعال بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرهم من الفنانين والمنتجين، معبرين عن سخريتهم وغضبهم من هذا الأمر. وتناول نشطاء تويتر الموضوع بشكل ساخر حتى وصل هاشتاج متحرش التجمع ضمن الموضوعات الأكثر تداولا على المواقع بعد أن أصبح المتهم بالتحرش بطلا في التلفزيونات وحديث الناس عنه بالساعات. الشاب محمود المتهم بالتحرش في التجمع كما أطلقت عليه السوشيال ميديا يواصل حياته بشكل طبيعي وأكثر من طبيعي بعدما انتشرت له صور من الجونة بصحبة فتيات قالوا عنها معجبات، بل ولم يقف الأمر عند ذلك، بل قام بعمل محاكاة مع فتاة أجنبية وعرض عليها أن تشرب قهوة معه وكأنه أمر عادي ليبرر به ما فعله في السابق. يا جماعة أنا هروح أسأل حد دلوقتي يشرب معايا قهوة ولا لا. يلا بينا. Excuse me. Can I ask you for take a coffee with me? Okay. كانت مجرد وقعة تحرش تم توثيقها بالفيديو قبل أن تتحول إلى جدل دائر على السوشيال ميديا حول نوع التوصيف ومدى جرم الفعل، هل هو نوع من التحرش أم لا؟ من التي اشتهرت بفتاة التجمع لم تقف صامتة أمام سيل الهجوم الذي لحق بها، واضطرت للخروج من خلال فيديو مصور على الفيسبوك لتحكي تفاصيل ما قبل التصوير. وبنات اللي شايفة ان في مش مستاهلة اللي انت تصوري، لا مستاهلة، احنا كلنا بنتعرض للكلام ده كل يوم.
كلنا بنتعاكس يعني. هو فرق ايه ده؟ احنا وصلنا لمرحله ان هو ده بقى طبيعي واحنا بنتاقلم على ده. والولاد هو في ايه؟ عمل ايه يعني علشان يطلب كوفي؟ عمل ايه؟ مش معنى اللي انتوا بتعملوا كل يوم ده وبتتحرشوا وبتشتموا وبتعاكسوا ان هو ده بقى عادي وطبيعي ان اي حد يتكلم اي حد ويشرب معاه كوفي في ايه؟ في بجد. وبين نيتي منا لتصعيد الأمر واتجاه محمود إلى التسخيف منه، لا زالت الأيام باقية لتكشف عن تطورات جديدة في الحادثة التي فتحت نافذة جديدة لتوصيف قضايا التحرش في مصر. ده لخصنا لكم الجدل اللي حدث بعد القضية، وقلنا لأنه الجدل ما زال منتشرا بشكل كبير، والنهاردة حتى المجلس القومي للمرأة أعلن تضامنه مع الفتاة، مع منة. ليه؟ لأنه وجد أن في حملة شديدة جدا خلال الأيام القليلة الماضية عليها. طيب خلونا نناقش القضية ونشوف إيه اللي حصل، إيه السبب الانقسام ده. روعة قولي لي إيه لما لقيتي التعليقات المختلفة اللي بعضها بدأ صفحات تؤيد اللي عاكسها وصفحات تؤيد منا، وبدأ حتى محمود ده تلقى عروضا لإعلانات والأفلام ويلتقط الصور في أماكن مختلفة، وناس تدخل تتضامن معاه وناس تدخل تتضامن مع من. لقيتي ده إزاي؟ أول حاجة أنا ماليش دعوة بيه، دي حياته. إذا كان هو بيستغل الشهرة اللي حققها، استغل الشهرة دي في إن هو يجوان ويشوقف بكل اللي بيحصل ده، بقى يروح الحتت اللي ممكن ياخد منها أي بنت ويقول اذا كان ممكن تشرب مع اي قهوه في اي حته عامه وخلاص. هي دي الحته المفروض ان هو ياخد منها بنات. تمام. اسوا حاجه في الموضوع رده فعل الناس، كل الناس مع الولد بيتحاملوا على البنت. انت لقيتي في حمله كتير تحامل على البنت ليه؟ وفي تشهير بالبنت ويخشوا دي لابسه وعامله. الازهر النهارده قال ان هو التحرش ده اكيد محرم ولا يجوز تبريره باي حاجه باي مبرر. نعم، لو كان هو تحرش. لا هو تحرش، هو لازم يكون لفظ جارح او يكون فيه، لا يعني لازم يكون لفظ خاتش للحياه، ده القانون بتاعنا. لكن هي شكا صورته، احنا اللي بيحكم بيننا قانون، وما اللي بيحكم بيننا الفيديوهات عشان هو كده. يعني حضرتك لما نقع في مشكله مش في طريق رسم القانون ناخد القانون للفيديوهات. انا عايز اسمع، شوفوا انتوا استأسدتم عليها يعني هنا. يعني عايز اسمعها دي البنت صغيره يعني اول مره تطلع، حتى مش اول مره تطلع في التلفزيون. لا ممكن. طيب. عملت حاجه تبع الكلية بس مش اونلاين يعني. فانت لقيتي في حمله على البنت لمجرد انها بنت. مجرد انها بنت دخلوا على البروفايل بتاعها جابوا صورها. لا هو ما مش معنى ان هو ما قالش حاجه جارحه معنى كده ان هو مش غلطان. هو العادي ان انا اوقف اي بنت في الشارع واقول لها تعالي اشربي معايا قهوه؟ طب سؤال، طب لو هي كانت راحت شربت معايا قهوه مثلا وسرقها، هل هيبقى ليها حق انها تعمل اي حاجه؟ ما انت رحتي مع واحد غريب، ما انت اللي مشيتي مع حد غريب. طب اوكي، او شافع حد يعني اللي هو الاستاذ ميشيل بيقول لك هو فين التحرش اللي حصل هنا، او شافع حد كده من جيرانك يقول شوف البنت المنحله ده قاعده مع بتاع، يعني مفاهيم بقى يعني. ناس كتيره جدا زي مثلا في بعض المجتمعات بتبقى البنت مغلقه لدرجه ان لو اخوها شافها مع حد غريب في الشارع بيجري عليها يقول لها ده مين ده؟ واقفه مع مين؟ حتى لو كان زميلها. ما بقارنش. طيب. ده بده. أوكي. خلوا سؤالنا يا جماعه اللي هنضعه على الشاشه هنشرك المشاهدين معانا فيه، لماذا يتم تشويه البنت أو لماذا يتم تشويه الفتاة في قضايا التحرش والاغتصاب؟ حتى بتروح المحكمة بتتبهدل، دايما بتلاقي دفاع الخصم بيلجأ إلى فكرة تشويه سمعتها يعني. ده لو يعني بيحصل بهدلة. طب أنا سمعت دكتورة ميسون، عايز أسمع تعليقك خاصة أنت لسه بتقولي إيه؟ البنت مدانه ليه؟ لا انا ما بقولش ان البنت مدانه، انا بقول انه اول حاجه احنا عندنا مفهوم لازم نحدده علشان نعرف احنا ماشيين في اي اتجاه، من هو المتحرش؟
لازم انا احدد وفقا للقانون. انا دلوقتي لما اقوم فانت شايفه ان هنا الولد لم يكن متحرش؟ لا انا مش شايفاه انه متحرش. انا ممكن اسميه اللي هو عمله هو نوع من انواع المضايقات، يا اما يتحط لي بند جديد في الماده او تعديل ماده جديده في الماده اضافه للماده 306. وطبعا الاستاذ ميشيل هي هيتكلم في الناحيه القانونيه. يعني بتسمي ده مضايقات مش معاكسات؟ لا انا اسمي ده نوع من انواع المضايقه. وبعدين هو اعتذر، هو قال لي لما هو قالت له انا انت بتضايقني، قال لها طب انا اسف ومشي. فهو اعتذر. ازاي انا اسيب ده يعني اللي هو الشخص انا ما اعرفش اسمه ايه، محمود تقريبا، ان اعتبره متحرش؟ وبعدين اللي قبليه اللي كان اسمه محمد محبوب واتكلم معاها وصورته ونزلت الفيديو، وهو قال لها صراحه وتعالي واركبي معايا العربيه واقعدي قدام وانا هقعد ورا، اني ما حصلش اي حاجه. ده اتنين فيديوز حضرتك انا بتكلم. ايوه انا عارف. لا يعني انت بتعتبري انه مجرد ان هو يقول لها كده ده ليس تحرش؟ لا هو ضايقها واخترق خصوصيه مش من حقه. بعتبرش ان ده سلوك غير لائق بالنسبه لسنه وبالنسبه لمركزه. انا بالنسبه لي ده سلوك غير لائق بالنسبه للشاب. لكن هل اعتبره متحرش؟ حضرتك بتوصفيه من الناحيه القانونيه؟ لا انا ما وصفتهاش، انا وفقا للقانون لما انا قريت من هو. طب انت ايه مع لا معلش انا اسفه. لا انا اسفه انا بتكلم من هو المتحرش. إيه؟ انا علوم سلوكيه حضرتك. طب ما تخلي القانون لبتوع القانون. تمام مش قضيه، بس انا معلش القانون والثقافه والعلم ليست حجر على اي حد. طب لما نيجي نقطع حضرتك انا هديك الفرصه تكملي واقول لك ان ده تحرش شكلا وموضوعا بنسبه 100% بالقانون. يرد عليك خلينا موضوع يرد بس يرد عليك هنا مجتمعيا كده. مجتمعيا انا اقول لك انت استاذ علاقات اسريه وانا علاقات لما لاحظت انك انت متعاطفه مع خلينا يعني مميزين مع الشاب انا مش متعاطفه مع الشاب ولا متعاطفه مع البنت. لا ما انت مجرد انك تقولي مضايقات. ايوه دي مضايقات لا تندرج تحت التحرش اللفظي. طب ايه هو التحرش اللفظي؟ مش نتفق على هو ايه هو التحرش اللفظي؟ التحرش اللفظي كل ما يصدر بالقول او بالفعل في ينم على ايحاءات جنسيه. برضه بتتعرضي للقانون؟ انا ما بتعرضش للقانون والله. انا مش ما هو انت بتقولي نص ماده قانونيه مش عارفه اللازم. حاجه يا استاذه يعني ايه مش عارفه حاجه؟ بلاش تتكلمي في جزئيه القانون عشان انا مش هتكلم يعني في الجزئيه الخاصه بيك. مش عارفه حاجه اكمل جملتي في القانون. هو في جزئيه القانون بتتكلمي غلط. يعني انا دلوقتي لما حد يسالني يعني ايه ما هو انت لو صبرتي لغايه ما انا اقول لك ان ده قانوني او غير قانوني هتحس انك عرفني يعني ايه تحرش. يا جماعه لو سمحت عايزين نشوف كمان التحرش اللفظي عرفوني حضرتك. حاضر عايزين نشوف كمان الدكتوره مايا مرسي انها اعلنت النهارده تضامنها مع البنت. شوف ليه الاسباب اللي دفعت المجلس القومي للمراه يعمل ده. قولي لي بس طب هنا مش كده هنا دكتوره يعني انت امراه واستاذ علاقات اسريه وزوجيه فدايما البعض يقول لك ايه يعني لا البنت لا يجب ان يتعرض لها احد لا بالكلام ده حتى بعض النظرات فيها ملاحقه يعني اللي مش النظرات العاديه يعني حد بيبص يعني انما حد ممكن بيقف حتى في بعض الدول الاوروبيه يعني يتم يقول لك انت لو شفت حتى واحد مع واحده ما توقفش كده تبص لهم لان ده يعرضك حتى للمساءله القانونيه صحيح وهم عندهم حتى في سؤال. هنا الدهشه انه حضرتك تبقى استاذ علاقات اسريه وزوجيه وامراه وتتعاطفي مع الرجل وتقولي دي مضايقات. لا انا بقول ايوه انا بالنسبه لي انا بقول وجهه نظري انا وهي غير ملزمه. انا مش بقول قران كريم. انا بقول وجهه نظري ان انا شايفه انا اصنفها وفق المضايقات والمعاكسات لكن ما اقدرش اقول ان هذا الشاب متحرش لاني لا ينطبق عليه يعني مقبوله من وجهه نظرك ولا لا؟ انا لسه ما كملتش كلامي. طيب كملي. طيب ماشي. مقبوله ولا غير مقبوله؟ اللي هي ايه؟ اللي هي التصرفات والمضايقات. انا قلت في البدايه حضرتك لو متابع انا قلت من الاول ان انه تصرف غير لائق. طب ما هو الغير لائق ده غير لائق يحاسب عليه ازاي؟ يحاسب عليه ازاي؟ اذا ما اعرفش بقى يحاسب عليه انسانيا ولا يحاسب عليه قانونيا؟ قانونيا انا ماليش دعوه بيه. المشرع افرض ليه قانون وقال ان ده غير لائق مجرم قانون. طيب خليني بقى طالما انت قلت كده قبل ما اسمعك اسمع الاستاذ ميشيل اللي هو يعني ايه بيستنى سكاكينه هو يعني ذكوري هو فيعني اغتلت ايضا الفتاه بتضامنك مع الشاب وتعتبر انه ما قام به ليس تحرشا. انا لو اعتبرت كده تاسيسا على نصوص القانون وقد اختلف مع عصام بيه لكن انا في نص قانون بيتكلم في موضوع التحرش. هو كلمه تحرش في القانون ما كان قبل سنه 2014 ما كانش لها تقنين ثابت الا ان صدر المرسوم بقانون رقم 50 لسنه 2014 في عصر الرئيس السيسي بيقنن كلمه التحرش. التحرش قد يكون ليه شكلين، تحرش لفظي او قولي وقد يكون بالفعل مادي.
التحرش اللفظي اشترط لي قانون حسب نص المادة 306 مقرر ألف واللي دي تم فيها تعديل. كان الأول التعرض خاص بالأنثى فقط، بعد التعديل أصبح التعرض للشخص يعني للذكر أو للأنثى. فجي نص المادة بيقول كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول، يبقى هنا الأمور أو التلميحات لازم تكون في المجالات الإباحية أو الخادشة للحياء حسب تفسير أو نص القانون المادة 306. 306 مقرر به قالت أن يكون الجاني قاصدا من المجني عليه منفعة جنسية، فالقانون هنا خسر بعض الأمور على سبيل الخسر، ما ضربهاش على سبيل المثال. فهنا لازم نكون التحرش اللفظي أو القولي بألفاظ خادشة للحياء تخدش الحياء العام، أو ببعض الإشارات التي تخدش الحياء العام، أو التعرض يكون تعرض فيه خاتش للحياء. وقد يكون التحرش باللمس بس في غير مواضع العورة، التحرش بقى لو كان في مواضع عورة نصبح هنا أمام جناية هاتك عرض. فقد يكون التحرش باللمس في غير مواضع العورة فأصبح هنا تحرش بالفعل المادي، مسكها من إيديها مثلا. أما لو مسكها في موضع يعد موضع عورة فهنا أصبحنا أمام جناية هاتك عرض يعاقب عليها بالسجن مش مجرد جنح. وجيه في شدد القانون إدى ظروف مشددة بعقوبات مضاعفة في حالات التحرش لو كانت من الأصول أو من الفروع أو من القائمين عن التربية أو غيرهم. طيب اللي حصل ده عشان ما استغرقش شوية، ما هو يا فندم بنطبق بقى احنا الكلام اللي احنا القانون اللي احنا قلناه اللي بقوله ده من شوية، مفيش أي يعني لفظ خاتش للحياء حصل، أو مفيش أي تلميحات جنسية حصلت حسب ما قال نص المادة من القانون، فده مجرد سلوكيات غير معاقب عليها القانون. الغريب ان البنت لغايه دلوقتي ما حركتش اي بلاغ. الشيء السيء بقى في سلوكياتها هي ان هي عملت فيديو او عملت الاخبار اللي انتشرت. المواقع الاخباريه يا جماعه بتسيء الينا بره، احنا بقى يتقال علينا بالمواقع الاخباريه بالخارج ان احنا بلد كده ما فيهاش امان. دلوقتي اذا كان العالم كله الان عاملين حمله لتوثيق اذا كان ممثل فنانات هوليوود كلهم عاملين اعترافات دلوقتي بوقائع التحرش التي تعرضنا لها، هل طلع حد قال ده يسيء لسمعة الولايات المتحدة؟ لا بس هو أنا هل في مجتمع ملائكي؟ لا ما قلتش كده طبعا، بس دلوقتي ما في حياة هيبقى في ما الموضوع اخذ اكبر من حجمه، هو البيه الموضوع اخذ اكبر من حجمه بشكل كبير قوي على مواقع التواصل الاجتماعي. ربما لجأت لوسيله، هو ما اختصبهاش، هو ما قالش لفظ خارج. السؤال اللي ممكن هيسأله لك اي حد قبل ما اسمع الاستاذ عصام السنشين، هيقول لك ايه؟ هل تقبل انه اختك او زوجتك تبقى واقفه فحد يقول لها ما تيجي اعزمك على قهوه، ما تيجي اخدك النادي، ما تيجي نلعب اي حاجه؟ ما هو كده، ما هو ده مش هتعتبره انت يبقى اي حد هيقول لك هل تقبل ذلك لاختك لزوجتك؟ هتقول له بالتاكيد لا. اكيد طب، لكن انا بتكلم ما لا نقبله يعني انا بكلمك بشكل مجتمع الوقت مش بشكل قانوني، وانا بتكلم على شكل السلوكيات. هو انا هنا ما هو برضو اللي حصل في حق الولد نفسه يعتبر جريمه. ما هو انا لسه قايل نص الماده تعدل كان التعرض لانثى فقط، دلوقتي اصبح التعرض للغير للذكر او للانثى. احنا دلوقتي سميناه اعلاميا متحرش التجمع الخامس، حضرتك بتقول جات له اعمال فنيه وجات بصفته متحرش التجمع الخامس، احنا كده اوثقنا له عيب، حاجه تفضل معاه مدى الحياه. فطبعا ده يعني ده كده اللي في منتهى الخطوره. ما هو منتهى الخطوره، ما هو حضرتك احنا دلوقتي الصقنا بيه عيب، والصقنا الصقنا بيه عيب واصبح العيب ده منتشر اعلاميا. انت زي دلوقتي ما قال الاستاذ عصام ولا تاريخ لم يصبر حكم قضائي ضد بحاجه ومفيش بلد قدر. انت يا جماعه انت هنا عامل زي شخص يضرب شخصا اخر بالحذاء على دماغه، فهم نشكو ان الحذاء مش نظيف، يعني مش انك ضربتني بالحذاء. واحنا دخلنا في نيته ليه هو مشكلته ان كان قصده يتعرف عليها بقصد شريف الزواج وليكن، يعني مش ده كان ممكن يحصل؟ يعني هو انا ممكن وارد الزواج ده يحصل، يعني احنا في 2018 في منطقه التجمع خالص، ما احناش في الارياف ولا في الصعيد، يعني عايز اقول وارد ده بيحصل حاله من حالات التعارض. هو ما خدهاش بالقوه ولا فرض عليها حاجه بالقوه ولا بلطج عليها ولا قال لها لفظ خارج. انا مش بلافع عن الوضع نفسه، انا بتكلم فيه ان احنا في 2018 بقى دلوقتي يعني القضيه نفسها خلاص. انا بتكلم على اندهاشي من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي لما قعدنا نحصرها كده، ما اصبح هو دلوقتي هو اللي مجني عليه. فوجدنا ان البنت مهما تعمل البنت مدانه مسبقا، تمام. الرجل يمكن ان يجلس على القهوه كده ويتباهى بغزواته النسائيه ويتباهى بانه يعني وده اللي حصل في هذه القضيه. انا بس في امر ثاني يا ولبي، هو دلوقتي مش في طريق رسم القانون واللي بيحكم بينه هو القانون؟ هو ولو فرضا اخطا في حقها ده كده هي تروح تحرر ضده بلاغ، تاخد حقها بالقانون. لكن دلوقتي بقى اي حد هيعكس حد هعمله فيديو؟
هو عندهم حقنا دلوقتي من الفيديوهات دي، وهل يجوز تسجيل الفيديوهات بشكل غير قانوني؟ وهي صورت والفيديو، هل يجوز تسجيل التليفون او تسجيل الفيديوهات بشكل مش قانوني؟ ليه ما طلعتش اسم هنا؟ هنا احنا في طريق رسم القانون كده بقى هتبقى موضه قوي دي يا اسوان كده. اصبحنا قدام موضه، احنا دلوقتي كده اصبحنا قدام موضه كده يا جماعه. اللي يتعاكس او يحصل له اي مضايقات لو اللي عايز يسجل فيديو ونقفل اسم الشرطه. اللي عايز يتشهر وانا والاستاذ عصام بقى ما تشتغلش. ليه هو الفيديو ده يعني ما هو هتقفل اسم الشرطه؟ هو لا يجوز الاستعانه بيه قانونا يا استاذ. لا يجوز الاستعانه بفيديو طبعا. نرد بس على حاجه وانا مش عايز قضيتي يا جماعه. ليه البنت دايما، وانا شفت ده من خلال عملي المهني لما بتابع قضايا التحرش والاغتصاب، بشوف البنت بتتبهدل حتى في المحكمه. يلجا الخصم دايما الى فكرة التشويه، وتعالوا نشوف لبسها كان عامل ازاي ونجيب ماضيها. هي البنت مدانة مسبقا، ده اللي حصل مع منا للأسف، يتم اغتيالها الآن. فهي بتقول أنا بعد أن كنت ضحية وجدت نفسي أنا الجاني، أنا المتهم، أنا الجلاد يعني. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس بستأذن الأستاذ ميشيل وهو صديق عزيز ليا ما يقطعليش، هو الأستاذ جزئية بسيطة بس. مدى ما تم من فعل من وقع من الاثنين هنا جريمه اللي وقعت عليها في الاول، وجريمتها بالتصوير والعرض تعد جريمه ولا لا؟ زي ما حضرتك عرضت السؤال، تعتبر جريمه ولا لا؟ الفعل ورد الفعل. احنا يا استاذ وائل، التعرض لانثى كانت جريمه اسمها التعرض لانثى. القانون بتاعنا قانون العقوبات ده صدر سنه 37، لم تكن هناك جريمه بهذا الفعل او بهذا الاسم، جريمة تعرض للأنثى أو المعاكسة اللي احنا بنقول عليها باللغة الدارجة المعاكسة. سنة 53 أضيفت تلك الجريمة، وكانت العقوبة بتاعتها لا تتعدى أسبوع، اللي هي التعرض للأنثى، وكان اسمها التعرض للأنثى. يعني مش تعرض للغير، لا اسمها بقى لا تحرش ولا تحرش ولا معاكسة ولا مضايقات، التعبيرات دي إنما هي في كل أحوال جريمة. بالظبط. سنة 53 أضيفت الجريمة ديت، والمشرع نزلها وكان بيديلها عقوبة الحد الأقصى فيها أسبوع، اللي بنقول عليها بلغتنا المعاكسة، واحد بيعكس حد. تمام؟ تم تعديلها، وكان يجب أن يكون هناك لفظ خادش للحياء. لفظ خادش للحياء، كان تعريف أو تعريف الجريمة كده، إن أنا أقول لفظ خادش للحياء. الكلام ده سنة 53. تمام؟ تم تعديلها سنة 81، وتم تغليظ العقوبة لما زادت وأصبحت شهر، من أسبوع لشهر وأصبحت نفس الجريمة برضو تسمى تعرض لأنثى. صدر بعد كده تعديلات، آخرها تعديلين مهمين جدا. قبل التعديل، التعرض لأنثى هنا بأي كلام يخدش للحياء، بلفظ يخدش للحياء. جينا بقى لقينا واحد يقول لك إيه، زميل زي الأستاذ مشيل يقول لك ده مش لفظ خدش للحياء. هو اللي بيقول لواحد يا عسل ده خدش للحياء؟ هو اللي بيقول لها يا قمر ده خدش للحياء؟ انت معايا؟ فاصبحت الجريمه بتتطلب تدخل من المشرع، فصدر المرسوم بقانون 11 لسنه 2011 هنا استبدلت نص ده كله، النص بالكامل في 2011، والمرسوم بقانون 50 لسنه 2014. 2011 الواقعة بتاعت التحرير، واللي وقع على المرسوم بقانون المشير حسين طنطاوي، وسنة 2014 المستشار عدلي منصور. طيب نص او جوهر او مضمون، عشان بس انا بختلف مع الاساتذه، وفي ناس قانونيين سامعيننا، المضمون هنا ايه بقى؟ اللي اتحط جوه كل من تعرض للغير ما اصبحتش انثى، الغير ذكر او انثى، معايا؟ يعني ممكن الراجل يتعكس فاصبح يقع عليه جريمه يكون مجني عليه، كل من تعرض للغير ذكر او انثى بامور بيخلطه بامور وحط تحتيها سطر او ايحاءات او تلميحات جنسيه. يبقى الايحاءات والتلميحات الجنسيه شيء، وامور شيء تانية من شانها ايه بقى؟ معايا؟ بالقول او الفعل. ومحكمة النقض قالت هذا الكلام، وأنا حكم بيني وبينهم، بيني وبين الأستاذة والأستاذ ميشيل، القانونيين اللي بيسمعونا ممكن أي حد يتدخل. محكمة النقض قالت إيه في أحكام زي دي؟ قالت إيه؟ قالت مجرد إنك أنت تمشي بعربيتك وتفتح باب السيارة من غير ما توجه أي كلام للي ماشية، ده تعرض مادي.
ده اسمه ده تعرض على طول يعني تعرض للغير بالظبط اللي هي جريمه التعرض لانثى او تعرض للغير يعني حتى لو فتح لها باب العربيه كده بس من غير ما يتكلم دي جريمه بالظبط في مكان عام او مطروق او مكان خاص ووضح للناس اللي شايفانا مطروق يعني يسير منه الناس طريق يعني في طريق انك انت تقول لها امور او افعال او ايحاءات باتصالات سلكيه او لا سلكيه ومش شرط تكون جنسيه زي ما الاستاذ ميشيل بيقول وهقول ليه بنص القانون ليه ما بقولش جنسيه بامور يعني ايه امور يعني محكمه النقض قالت ان انا تعرض للانثى او تعرض للغير والتعرض ليس معناها التعرض المادي يعني التعرض المادي مش انا اقف قدامها او ان انا امسك ايديها لا التعرض المادي ايه ادعوها لسينما ادعوها لكافيه ده تعرض ليه بقى افسر ده ليه او المشرع ابتغى من ده ايه قال ايه قال في الجزئيه دي ايه قال العبره بما يقدم عليه الجاني من تعرض معايا فاذا وافق اراده من المجني عليها اصبح هنا لا عقاب تمام يعني انا النهارده بقول لها تعالي اشربي الشاي معايا في الكافيه ده لو صادف ذا قبول منها ده سبب من اسباب الاباحه ما فيش تبع عكس او تعرض لانثى خلاص هنا في حاله الرضا اذا يعني. عدم الرضا ان عدم الرضا اصبحت الجريمه واقعه ولا عبره ده القانون اللي قال كده ولا عبره بما يبتغيه الجاني يعني ايه يقول لك لا اصل انا قلت يمكن حد يعاكسها في الشارع فتعالي نشرب انا عايز افهم هو في حد في اتنين يختلفوا عن ده تعرض لانثى طيب حته بقى الاستاذ بيقول لك لا لازم يكون تلميحات جنسيه القانون حسم هذا الامر سنه القانون اللي هو المرسوم بقانون 50 لسنه 2014 اللي صدر من المستشار عادل منصور اضاف جزئيتين عرف الجزئيه الاولانيه التعرض للغير ان انا اعاكسها من غير ما المسها اقول لها تعالي اشربي شاي او اتفضلي معايا في العربيه او افتح لها الباب كل دي جرائم العقوبتها 6 شهور حد ادنى واطلق العنان فيها للقاضي لعقوبه الجنحه ممكن يدي لغايه 3 سنين في الجنحه الجزئيه بقى عشان اثبت للاستاذ ميشيل ان الكلام بتاعه يختلف انه اضاف ماده جديده اسمها 316 مقرر به اللي هي التحرش الجنسي دي غير دي ما كانتش موجوده الماده دي اضيفت اللي هي التحرش الجنسي بالقانون بالمرسوم بقانون 50 سنه 2014 كانتش موجوده في القانون كان التعرض للانثى فقط اللي هو المعاكسه ودي معاقب عليها ما يقوليش لا شرط يكون ان هو يشترط منفعه جنسيه لا المنفعه الجنسيه اللي انت بتتكلم عليها ده بنص ماده ثانيه بعقوبه ثانيه يضاف الى قانون العقوبات ماده 306 مقرر به يعد تحرش جنسي اذا ارتكبت الجريمه المنصص اليها في الماده 306 بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعه ذات طبيعه جنسيه يعني لو انا مجرد ان انا عايز اقعد معاها واقضي وقت على الكافيه واشرب شاي ده تعرض مادي اذا كان المحكمه توصلت انك انت عايز تاخدها باللغه الدارجه اللي هو بيقول انا كنت هشقطها عشان منفعه جنسيه هتخش هنا في جريمه اسمها جريمه ايه 316 مقرر به عقوبتها غير العقوبه دي خالص معايا العقوبه غير العقوبه خالص حدها الادنى سنه التانية حدها الأدنى 6 شهور يبقى أنا هنا عندي جريمة وهنا غريمة يبقى التعرض المادي يعني أنت ثواني يا أستاذي لا فكرة العبارات المهذبة اللي بيتم استخدامها دي إن ده مضايقة فقط أو تاني يا أستاذ وائل تاني عشان أسيب لهم اللي هم الكلام تاني العبرة الفعل بيرتكب الفعل المادي من الجريمة إن أنا أروح لست وأعزمها على حاجة أو أتعرض ليها بالقول أو الفعل أو الإشارة أو التلميح طالما ان عدم الرضا لديها تمام هتيجي تقول لي بقى انت النهارده العقل لا مش يا سيدي انا مش خلينا عشان نبقى ردينا على كله بسرعه تاني بيقول لك طيب ما ارتكبت جريمه التصوير يعني هل الدفاع عن النفس بهذا لا الشيء؟ انا مش هقول دفاع عن النفس انا مش هقول ثواني بس هتسميه ايه هرد عليك تسمح لي انا طب هرد بس الجزئيه إيه؟ هرد عليك وهديك فرصه انا ما بسموهوش دفاع عن النفس تمام حتى لو هو زي اللي بيقولوا اللي هم اللي بيدعوا او ان هم بيشجعوا للرذيله والبعد عن الفضيله انا بقول في الجزئيه دي لا مفيش جريمه ليه الجريمه هنا انا عايز اي حد قانوني يقول لي هي ارتكبت جريمه ايه انتوا هتعاقبوها بجريمه ايه امال ايه بنص الماده كام يا استاذ وائل نص الماده التعرض بقى ما تعرض حضرتك اسال تعرض جائز يعني طيب. كل شخص انا عايز اقول ايه ما تعرض سمعته يا استاذ وائل انا من حق اصور محكمه النقض قالت كده
لو اعتديت على حرمة الحياة الخاصة بتاعتك دون إذن تعتبر جريمة ويجب أن يكون يتوفر لها الشروط، ألا وهي أن أكون في مكان خاص وسجل لك وانقل لك التسجيل بدون علمك في مكان عام، القانون بتاعي قال كده. هذا أمر. أمر التاني، لما أنا أخذ قرينة لإثبات جريمة وقعت عليا في سبب من أسباب الإباحة، وناس قانونيين سمعنا في هذا الكلام، في سبب من أسباب الإباحة يعني إيه؟ فاكر لما أنا عملت مداخلة مع سعادتك بخصوص التسجيلات بدون إذن لما كان في هنا ضيف الأستاذ سمير صبري، أنا ما ينفعش إن أنا أسجل لك بدون إذن. لو سجلت لك بدون إذن أنزل في جنحة، خلي بالك، لو سجلت لك بدون إذن أنزل في جنح التسجيل بدون إذن، النيابة تعاقبني. لكن لو سجلت لك بدون إذن بقصد تبرئتي من جريمة، يعني بسجل لك وبقول لك طب انت مش فاكر ان انا ماليش علاقة بالجريمة دي وانت شاهد على كده، باخد منك دليل يبرئني من جريمة، مفيش جريمة بالنسبة لي، في سبب من اسباب الإباحة. فكرة استخلاص دليل، يعني استخلاص دليل مش للإدانة، ليه لتبرئة الشخص اللي سجل. القانون قال كده، انا باخد قرينة، هي وقعة التسجيل عمر النيابة ما تاخدها دليل، لانها تسجيل بدون اذن من النيابة العامة، مش هتاخدها دليل، لكنها قرينة على وقوع الجريمة. التحريات بتستدل بيها على وقوع الجريمة. انا اللي بيهمني بس في مشين وانت بترد على كل ده. لا هو في رد بس على حاجة تانية، انا ما اتكلمتش في موضوع التسجيل او التصوير بجريمة او بعدمه، انا بتكلم. لا انت قلت انها تم التسجيل، تم التصوير ارتكبت جريمة. انت قلت اذا انا اوضح لحضرتك ايه قصدي من الجريمة. انا عشان اوصف حد واكتب عنه ان هو متحرش واخليه في السوشيال ميديا متحرش، لازم اكون استصدرت حكم قضائي نهائي بيه ضده ان هو متحرش. ايه لا ترغي ما قدمتش بلاغ اصلا، انا عايز اعرف طلب القانون كده بصراحة، هي ليه ما راحتش قدمت بلاغ، ايه تاريخه، وهو احنا كده نسبنا له عيب وسميناه اعلاميا بقى منتشر جدا باسم متحرش التجمع الخامس. فهنا يا فندم لصقنا بيه عيب اصبح يحتقر بين اهله وامته حسب ما قالت احكام محكمه النار. كنها لم تتقدم ببلاغ. لا هو التصوير برضه يا عصام بيه، هو دلوقتي انا بسال دلوقتي خلاص القانون، انا بسالك سؤال وجاوبني. كون انها لم تتقدم ببلاغ هل ده بينفع عن لا يا فندم، عشان اثبت على عصام بيه ان هو مرتكب جريمه لازم يثبت بيه في القضاء. انا ما بتكلمش في الادانه او البراءه، ما هو دلوقتي انا وصفت حضرتك، انا بتكلم بالتصوير. لو حضرتك وصفتني باني متحرش، لو وصفتني بكده هل في دليل على ذلك ولا كده الصقت بيا عيب؟ انا ماليش دعوه باللي هي قالته، انا بتكلم على الواقع نفسها. ايوه ما هو حضرتك ما هو دي واقعه حق وما هو شهر بيه كده، ما اعتبرش ده التعرض اللي حضرتك قلت اصبح للذكر او الانثى بنص 1300. انت عارف يا استاذ ميشيل، يا استاذ ميشيل ثاني حاجه، عارف الجريمه دي، هو حضرتك عارف الجريمه دي لو حصلت، انت بتقول النهارده زي ما الاستاذه بتقول، هو حضرتك الجريمه دي في الصعيد، الجريمه في الصعيد دي بيمكن يضيع فيها رقاب. انت متخيله كده لما يكون راجل بس هقول ايه هو دلوقتي، عشان احنا مجتمع للاسف بيتيان الامور، للاسف كلمه بيتيان الامور، كلمه بيتيان يعني احنا بدانا نقلب الرذيله فضيله يا جماعه. احنا كده يا سوال يا جماعه، دي واحده يا جماعه دي واحده عشان نبقى ما نحبس مصر كلها يا جماعه. بس لو لا يعني ايه نحبس مصر كلها؟ يعني استنى بس، يعني مصر كلها ماشيه لما بتشوف واحده تعالي البيت معايا، تعالي اشرب، تعالي اقعد في الكافيه. ما لو تعالي البيت انا بتهرش بتهرش لفظي، ما لهاش تعالي البيت، لكن تعالي الكافيه انت عندك مقبول. لا ما اقصدش انه عندي مقبول، ما اقصدش ده مش جريمه، لو سمحت ده مش جريمه يا زويل. تقبل ما هو تاني هسالك يا فندم، انا بحضرتك في فرق بين السلوكيات تقبل او لا حسب المكان وحسب الغرفة في المكان. يحبس كل شباب مصر وتسود الفضائل يا فندم، ايه المشكله يا هو حضرتك كده؟ لما انا اقول لاي حد يا استاذ عصام، انا دلوقتي لما اكون بتكلم مع حد بقصد قد يكون قصد حسن، اقول له اتفضل اتكلم مع اتفضل اقعد في الحته الفلانيه، هل تقبل دي جريمه تبقى في الشارع ولا لا؟ انا حاجة. لا اقبل، انا بتكلم بس انا بتكلم من الناحيه القانونيه، انا لا اقبل، انا بتكلم من الناحيه القانونيه برضو. فين هي الجريمه؟ طيب هو قال لك انا رد على ده يا فندم، هو تفسير الاصام برضو مش شرط، هو هنا اصلا بعض ما يهربش من سؤال. هدوء، انا بقول لحضرتك اهو اختك او زوجتك، لا يا فندم دي سلوكيات انا واقبلها. تعالى يا شباب، احنا موجودين هنا يا عصام بيه، احنا موجودين هنا عشان نتكلم. تصرفك انا تصرفك ارد فعلك، انا هو انا دلوقتي طب هو سلوكيات حسن، ما هو تصرفك؟ ايه تصرفك؟ هتعمل ايه؟ لا طبعا انا اكيد هاخد موقف وهساله، اكيد هاخد موقف يا طبعا. يا سلام، اكيد طبعا. انا بتكلم هنا يا فندم، بتستروا عليها ليه؟ لا يا فندم انا مش بتكلم في كده، انا بتكلم ان هي ارتكبت كمان جريمه. هو دلوقتي لو يا جماعه بس، ومش بتستروا عليها بس، يتم اغتيالها الان. ليه بشكل نفسي ومعنوي؟ احنا بنتكلم يا زوال، احنا بنتكلم دلوقتي، احنا بنتكلم ان هي
السلوكيات اللي عملها الشخص ده هي رد تعريف جريمة اللي هي وصفته متحرش دون أن يصدر ضد حكم قضائي. لو عندك أنا عايز تفسير واحد على ردود على ده، هي ليه ما حركتش بلاغ؟ طيب. هي دلوقتي حد مجني عليه، هو قال لك لا ينفي الجريمة إنما حركتش. مين قال إنه ألف الجريمة يا فندم؟ هو حضرتك تاني أنا ما حركتش، هو دلوقتي المسلك القانوني في إن إحنا ناخد حقنا إن إحنا نصور فيديو ما حركش بلاغات. طب انت حتى يا فندم ايه تفسير حضرتك ان ما حركتش بلاغ؟ مش دعوه بدات خالص، مش هينفي الكون الجريمه. هو ما تقولش بشكل قانوني يا استاذ عصام. يا استاذ انا وانت انا وحضرتك هنا موجودين على صفحه القانون. بشكل قانوني في ناس بتقول لك بشكل قانوني. انا بتكلم بشكل قانوني ممكن ارد عليك. اديني فرصه بقى. طب هو مش جريمه ان هي؟ طب ما انت سالت يا استاذ ارد عليك يا استاذ وائل. القانون بيقول الاتي، انا قلت واعيد تاني، في فعل اسمه فعل فاضح في الطريق العام. ايوه فين هو بقى؟ خلينا اكمل انا في نص دقيقه والله. طيب اتفضل. وفي فعل فاضح في غير علنيه. في فعل فاضح في علنيه المشرع قال كده، وفعل فاضح في غير علنيه. تمام. فعل الفاضح في علنيه ان انا ارتكب اي فعل فاضح على نفسي او على الغير في الطريق العام، يحق للمجني عليها اللي ارتكبت اللي تعرضت لهذا الفعل او الغير او حضرتك. لان ده خدش حياتك. لو انا ارتكبت فعل فاضح انت مضرور في الشارع، شفته بعينيك، من حقك تتقدم ببلاغ. اما الفعل الفاضح في غير علنيه اللي هو جوه اوضه اتنين موظفين واحد عمل اي فعل مش مظبوط، ده بيستلزم شكوى من المجني عليها. تمام. الاتنين جرائم. افترض اللي هي المجني عليها دي ده ماتش بلاغ. طيب. جريمه وقعت. خلونا يا جماعه هاخد بس تليفونات بسرعه ونشوف. وجدنا على مواقع التواصل الاجتماعي يتم إدانة الفتاة إذا تحدثت عن وقائع من هذا النوع، ويتم الاحتفاء بالشاب يعني، ويظهر يعني كبطل يتم التضامن معه، وإن الفتاة كمان يتم إدانتها بأشكال مختلفة. ليه البنت مدانة مسبقا في هذه القضايا؟ خليني أخد بعض المداخلات. عندي أستاذة نيفين وأستاذة هند ومحمد من بورسعيد. هبدأ أستاذة نيفين. أستاذة نيفين اتفضلي يا فندم. معلش هتكلم بسرعة علشان بس أنا انتظرت كتير على التليفون، فأرجو أن بس الرد يكون بعدها. أولا البنت ترفع راسها ما عملتش حاجة غلط، ده وجهة نظري. نعم. كنا زمان البنت ترفع راسها، هي ما تتكسفش من حاجة وما تقلقش من حاجة. هو عمل اللي هو عمله ده بعد كده، والفيديوز اللي اتعملت بعد كده بيداري على اللي هو عمله، وعايز إيه يعني زي ما بيقولوا بلغتنا بيغلوش على الغلط اللي هو عمل. نمرة اتنين، كان زمان كانوا كنا واحنا شباب كانوا بيحلقوا لهم قرع فبيداروا ويكسفوا ويوطوا قشرهم في الارض وهم ماشيين، لان احنا بنعرف ده عمل حاجة غلط او ده اتعرض لبنت او ده ضايق بنت. فالنهاردة بقى بقينا عشان احنا مودرن فبقينا ايه، لا هو من حقه، لا هو ما قالهاش حاجه خدشه للحياه والمسميات دي كلها، وانا ماليش دخل بالناحيه القانونيه. ثانيا التعرض ليه بقى بان هو ده يدخل او اي حد يدخل على الفيسبوك عندها وينشر ويشوف هدومها كانت لابسه ايه. والله بنت في شابه وبناتنا كلهم واغلبهم كده، ممكن فستان سواريه وهي نازله، هو ملوش اي دخل الفيسبوك بتاعها ايه او الناس اللي عندها على الفيسبوك. هو عموما انا لسه كنت بقول انا لاحظت في كل قضايا من هذا النوع بيتم تعقب البنت دايما، تعالوا نجيب لها صوره في حفله كانت قاعده فيها، وده ليس سبب من اسباب الاباحه عشان يعني لو وقف عريانه هو ده مبرر ان انا ارتكب جريمه؟ هو مش في حاجه اسمها الجريمه التحريضيه. لا يا يعني مش وارد دلوقتي، مش وارد دلوقتي يا استاذ، مش في هي انا مارد دلوقتي اكون انا مش في بعض الجرائم الفقه الجنائي في جريمه تحريضيه ان انا دلوقتي اكون بجهز كاميرا واكون انا مخلي اللي قدامي في وضع استعداد، او ان انا عملت بعض الحركات واقوم مصوره، انا كده وفرت له اجراءات جريمه كامله او العناصر الماديه للجريمه. مش ده بيحصل؟ هي صورته وبيصلي يا فندم، هو ده نازل لها بالعربيه وطلع لها على الرصيف. طب هي كانت جاهزه بالكاميرا ازاي يعني؟ وانت يعني ايه المشكله؟ هو انا بسال هنا، هي ما حركتش بالك ليه يا استاذ؟ مش الكلام ده لو في الصعيد تضرب النار. احنا رجال قانون يا عصام بيه، هو انا بنتاخد الكاميرا ده، احنا هنا فيها مؤاخذه معلش يعني، نعمل الانحلال شويه ان الناس تأيد الموقف بتاعك. انا مش بأيد مواقف، ده بتكلم على الصعيد الكلام ده بس وائل على فكره. بس انا برجع تاني يا استاذ وائل، في الصعيد لو جالهم ابنهم اهله هو مش اهل الخصوم بيعاكس حد، اهله هم اللي موتوه، لو هو جاي قتل 10 ارحم لهم ان هو جاي
متهم في قضيه زي دي بعكس حد. ما هي الاستاذه نيفين قال كانوا بيحلقوا لهم في ال... طيب استاذه نيفين انا بشكرك. استاذه هند. استاذه هند اتفضلي يا فندم. الخير يا استاذ وائل. مساء الخير اتفضلي. بس عايزه اعلق اول حاجه على نقطه معينه، ان فكره هي ليه بتصور. لا احنا كبنات بنبقى الموبايلات في ايدينا، لانها انا عارفه ان انا في مجتمع لما اجي اروح اسم شرطه واقول انا تعرضت للتحرش، ادي الدليل اهو. فده تعليقا على نقطه هي اللي بتصوره. الكلام اللي اتقال ان كانت منى بتقول قانوني طبعا، ان كانت المنى بتقول ان هو كان بيرخم عليها قبل ما تبدا تصور، ان هو هي قالت انه ان هو لف ثلاث مرات. بس انا عموما انا بناقش القضيه في عمومها، يعني ليه البنت دايما من السهل ادانتها وتشويهها في قضايا من هذا النوع، بينما يحتفي الرجل ويترشح لافلام واعلانات. يعني انا اللي واخده حكم 5 سنين على متحرش. نسمع يا جماعه، نسمع يا جماعه اتفضلي. بقول لحضرتك انا اللي واخده 5 سنين على متحرش حكم، تمام؟ اتقال ان انا اللبس، للعلم ان انا محجبه. جت بعد دي واحده، انت خدتي حكم 5 سنين على متحرش؟ على متحرش، تمام. وصدر الحكم بالفعل؟ الحكم من 30/7/2017 ومنفذ حاليا، تمام. الناس اللي بتقول اللبس، انا عندي الازهر النهارده طلع بيان بيدين التحرش وبيقول ان اللبس ملوش علاقه بالتحرش، علشان الاساتذه وكل الناس اللي بتقول ان اللبس ليه دور في التحرش خالص. انا كنت انا متذكر الواقعة بتاعتك، متفق معايا يا زويل، متذكر الواقعة بتاعتك. انا كده متفق معاك. خلينا يا استاذ، بس مش خلينا بس عشان الناس، انا محتاج اسمع بس كويس. اكيد تعرضتي في المحاكمه لبهدله، يعني تعرضت من قبل المحاكمه سواء من اهل الولد او من الناس على الفيسبوك، ان الشتايم برضه اتاخد. دي واحده يا جماعه، انا كده عايز افهم، وبعد كده هاتيح المجال لكم ان انتوا تسالوها. يعني اتفضلي. اتاخدت صور من عندي من حفله، زي ما الاستاذ قال كانت حفله نهايه شغل بنسلمه، فالحفله فيها مكياج صوري، فاتقال ان هي عامله مكياج، ما هي لبس. للعلم ان انا حتى الصور اللي كانوا بيعلقوا عليها واتاخدت من الفيسبوك محجبه والبلوزه لحد الركبه، علشان الناس اللي بتقول اللبس. حاجه تانية، بعد وقعتي بفتره اتواصلت مع بنت كانت من العجمي في اسكندريه. البنت دي منتقبه واتعرضت للتحرش، هي واخده حكم سنه مبدئيا. ادي منتقبه، عشان ما حدش يقول اصل منى لابسه ملفت، اصل هند لابسه ملفت، ادي بنت منتقبه ما فيش حاجه باينه منها. فاذا ان اللبس مش مبرر. نفس الكلام التحرش بالاطفال، الواقعه اللي كانت في حديقه الحيوان في العيد، كان في 3 رجاله كبار في السن بيتحرشوا باطفال، تمام. اذا ان انا مش هقدر اقول اللبس. طب الطفل ده كانت لابسه ايه؟ لابسه لبس ملفت. الاطفال اللي بيتم اغتصابهم والتحرش بيهم، هنرجع نقول ان السبب اللبس. احنا اي شماعه بنعلق عليها بنقول ان اللبس والبنت هي السبب، لان احنا ما عندناش القدره ان احنا نواجه نفسنا. طيب وانت في المحاكمه هل تعرضتي من الطرف الاخر لمحاوله لتشويه سمعتك وادانتك؟ هو كان بيتقال ان انا بتبلى على الولد، وان هو خبطني بالتوك توك مش اتحرش. يوم المحكمه الصبح اخته كعبلتني قدام المحكمه، كان الكلام كله باللي بيتقال، وان هم يخشوا عند اصحابي على الفيسبوك في الكومنتات ان انا بتبلى عليه، ده هو خبطني، وان انا بعمل كل ده. لكن يعني في الاخر القاضي كان عنده شهود في القضيه، كان صاحب الجراج اللي التوك توك اتركن فيه، وكان صاحب التوك توك نفسه اللي كان سايبه يشتغل عليه، كلهم قالوا ان التوك توك كان في الوقت معاه، في الوقت اللي انا عملت اوريدي فيه البلاغ. يعني هو سلم التوك توك الساعه 12 او 1 بالليل، وانا كنت عامله البلاغ 11 الا ربع. فدي النيابه وقتها في التحقيقات خدت ان دول شهود. التحريات او المواصفات اللي انا قلتها بمواصفات الشارع، بمواصفات اللبس، كل الحاجات دي ساعدتني. طيب ان انا اثبت افكاري قدامي. طيب ضيوفي هنا الدكتوره هتسالك وبعد كده الاستاذ. معلش مساء الخير على حضرتك. نعم. انا بس عايزه اعرف نوع التحرش اللي حضرتك تعرضتي ليه كان ايه؟ تحرش هو اللي هو اخذ فيه 5 سنين. لمس. احنا عندنا مناطق العفه في القانون. تمام. مناطق العفه بتتحول لبند هتك عرض، فهتك عرض عقوبتها بتبدا من 3 سنين لحد 7 سنين. تمام. كده انا اتفق معاك تماما. هنا بقى اسمحني يا عصام بيه بعد اذن حضرتك. من الفحش والجسام. أيوة. الدرجه اللي هي استطاله اليد الى جسد او باماكن العفه في المجني عليها بتعد جنايه. يا ريت اسمحني بس بس انا عارف ان انت عايز تسال ده عشان ايه، تقارن بين ده وده. بالظبط كده. وتطلع الشاب في قضيه التجمع على انه بطل يجب ان يرفع على. لا انا ما قلتش كده يا فندم، انا ما قلتش كده، انا ما قلتش كده يا فندم، انا ما قلتش كده، انا ما قلتش كده. لا يا زوال ما قلتش كده خالص. لا لا انا ما قلتش كده خالص. انا ما قلتش سلوكيات خطيره، انا ما قلتش كده. لا يا فندم، لا 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 انا بتكلم على سلوكيات. اسمح لي بس اقول بيها. انا اول حاجه
كلام. انا يا استاذ عصام سلوك غير لائق. يا استاذ عصام انا بسال حضرتك بقى. يا استاذ ما انت انا ما اقصدش يا استاذ كونك كأنثى مفروض انك انت ما تقوليش كلام خالص. بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك استاذ وائل لو سمحتوا لي بس انا كنت بتكلم تتعلق على ده ايه اتفضلي. ما هو كلامك مستفز يا استاذ. لا معلش بعد اذن حضرتك اسلوب غير لائق. ايه لا ثواني بس يعني ممكن تسمي ده بنتك في الشارع ولا تعالى اشربي الكافيه على كافيه قهوه وتقول انا اسلوبي غير لائق. لا هتقولي لي كده خليها بس ترد على اتفضل اتفضل. انا اللي انا اتعودت عليه وتربيت انا عليه كانت والدتي الله يرحمها هي ووالدي كانوا يقولوا لي وانت ماشيه في الشارع اذا شفتي حد بيضايقك ما تلتفتيش اليه لا شمال ولا يمين ولا ليكي علاقه بيه هو مش هيقي منك راجع هيمشي وهيسيبك. انا اتربيت على كده. انا دلوقتي اللي انا بتكلم فيه انا شايفه انه والحقيقه انا بقول لاي حد اذا لقيت حد بيعكسك انا بيتحرش اجراء قدمي بدائل. ايوه ده خدي اجراء التحرش اللي لا طبعا خدي اجراء وانا انا مش لا انت بتقولي لا امشي على طول ما هو ما جانيش فهنا هيفضل بقى ماشي هيقول لك كلام اباحي. لو قال لي كلام اباحي او تطاول عليا باللفظ او بالفعل انا هتصرف وهاخد لكن لو قال لك تعالي معايا ولا هعمل نفسي سامع ولا هعمل نفسي سامع. يعني انت بتدعو الناس كلها انها تسلك سلوكه. لا انا ما بدعيش لو سمحت يا استاذ وائل انا ما بدعوش. انا من البدايه بعد اذن حضرتك انا من البدايه بقول دعوة. انا ضد اللي الولد عمله. انا مش مع اللي هو عمله. انا قلت لك سلوك غير لائق. لا لكن انا لا اعتقد يا جماعه لا اعتقد انتم تفتحون الباب. لا انا لا لا, 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 لا بالعكس على فكره اللي حصل بتدلع الاستاذ وائل. الاستاذ وائل لغى التحرش خالص. هي عندها وقال لك سبت وشوش وبتدلعه بقى. احنا بنتكلم على يا استاذه ما ينفعش. مش حاجه اسمها اسلوب غير لائق. بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك يعني ايه اسلوب غير لائق؟ لا معلش احنا مجتمع شرعي يا استاذ. طب الحمد لله عارف طيب. احنا مجتمع طيب. ناس وبنخضع اللي هو بقصده يا دكتورة ان الاشياء تسمى بمسمات التحرش. لا انا شايفة خليني بس التحرش تحرش ما ينفعش تسميه شوشو ولا الاغتصاب تسميه سوسو. هو اغتصاب هو تحرش. ايوه لو كان تحرش يأخذ اشكالا مختلفة. يبقى في بقى ماده في القانون تقول لي ماده ما في ماده في القانون المضايقات بنختلف في تفسيرها. يا استاذ يعني انا 30 سنه بدرس السباكه في امال ايه يا استاذ؟ عايز اقول لك زي ما بنختلف انا وحضرتك في تفسير القانون قد يختلف القضاء وقد يختلف مقامات النقض في التفسير. الامر وارد يعني يا استاذ صاحب. طيب يا جماعه لو سمحتوا بس هاخد بس التليفون عشان بس تليفونات مهندسه مارينا اتفضلي. انا هسمع تعقيبك يعني مهندسه مارينا اتفضلي. ايوه استاذ وائل انا بس عايزه اقول حاجه ان احنا ننسى يعني من كام سنه كان في صفحه اسمها امتك متحرش والصفحه دي انتشرت جدا وكانت ناجحه جدا ان هم كانوا بيقولوا لما تتعرضي للتحرش صوريه وهننزله. ساعتها بقى كان في القانون اللي بيقول ممنوع انك تصوري امراه التاكسي اللي كلنا اتكلمنا عنها وكانت ست جدعه وشجاعه ان هي مسكت المتحرش وصورته وقالت له هاخدك للاسم. ما هي صورته ليه دلوقتي بقى الفكره في جانب ان هي صورته وسبب فعل الاساسي. انت مؤيده لجوءها ل طبعا طيب حد بيرفض ده وسيله دي النقطه. اتفضلي. اعتقد ان حضرتك برضو يمكن استضفت الناس اللي كانوا وطلعوا كتير وكنا مؤيدين فكره مسك المتحرش فانت مش هنعمل ايه؟ فدي كانت وسيله مشروعه ساعتها وفعلا التحرش. دي حاجه. ثاني حاجه تقسيم المجتمع في نفس نلاقي تحرش. لا ممكن تمشي بالتليفون شويه عشان في بيقطع بس اتفضلي. اوكي. في نفس الاسبوع نلاقي ان فتيات الشارع كله اتحرش بيهم. طيب عشان التليفون عندك فيه مشكله. استاذ صلاح من الشرقيه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ صلاح. يا حضرتك ازيك؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. اولا بشكر من حضرتك والضيوف اللي مع حضرتك كلهم. بيحيوك اتفضل. ويا ريت يعني هم يهدوا شويه يمكن كلامهم كله منطقي كل واحد عنده وجهه نظره وكلهم ماشيين بوجهه نظر فاهمه. يمكن انا مؤيد للطرفين اللي شايف ان الموقف خطا واللي شايف الموقف صح. يمكن هم الاثنين كل واحد شايف الموقف بصوره معينه. اولا انا معارض طبعا للموقف اللي عمله الاخ ونزل يعاكس وضايق البنت لان مفيش واحد في المجتمع بتاعنا بيكمله يقبل شيء بالشكل ده. مش معقوله ان واحد ممكن يسمح لاخته او زوجته او لبنته ان واحد ينزل يقول لها
تعالي معايا او اشربي او 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 دي اسمها كلها ده اسمه تحرش. يعني احنا شايفينه في المجتمع ده بشكل عام ده تحرش مليون في المية. الفكرة وما فيها يا فندم ان حضرتك تتكلم عن سلوكيات مجتمع كاملة. احنا هنشوف ان التحرش اساسه بيبدأ من الاسرة نفسها او من البيت نفسه. ان الاسرة نفسها النهاردة ان انت تشوف البنات بتخرج من بيوتها بشكل خادش للحياة. كتير يعني في مجتمعنا للأسف الشديد النهاردة بنات بتبقى خارجة مش مقدرة لانها ماشية في شارع في وسط مجتمع في وسط ناس بتحتك بيهم ممكن في بساط ممكن في الشارع بشكل عام انها بالشكل ده بتسبب مضايقات للناس. فده بيسبب تزايد من التحرش في الحياة دي. فيمكن هي دي الاسباب اللي بتسعى عن الشباب كتير جدا بيحصل منهم مضايقات بالشكل ده. طيب بشكرك. هطلع بس فاصل وبعد الفاصل هنكمل كلامنا. يا جماعة السؤال متعلق بان ليه بعد وقائع المعاكسات التحرش الاغتصاب دائما تتحدث البنت عن انها مدانة مسبقا يتم اتهامها في كل الاحوال واحيانا يحتفل الشباب بما فعلوه. يعني ده اللي حصل في على صفحات التواصل الاجتماعي. يعني هتلاقوا في صفحات بتدافع عن الشاب محمود وتحتفل وتحتفي به يعني. وفي ايضا صفحات فيها إدانة وتشويه للبنت. ليه بيتم إدانة البنت مسبقا بهذا الشكل؟ هل لمجرد انها بنت يتم إدانتها بهذا الشكل؟ هنكمل معاكم بعد الفاصل وهنتلقى اتصالاتكم. مشاهدينا نحييكم من جديد. لماذا يتم إدانة البنت مسبقا؟ لماذا تتعرض لحملات تشويه؟ هل مجرد أنها بنت هل من السهل دايما للشاب أنه يفلت من المساءلة والمحاسبة ويصوره أحيانا المجتمع على أن وإيه يعني ويتم البحث عن أي وسيلة لتشويه البنت؟ التفتيش في لبسها أصلها غمزت له أصلها لجأت إلى أسلوب مش كويس. المهم أنه يتم إدانة البنت مسبقا. ده بيحدث في كل وقائع التحرش والاغتصاب إلى حد أن معظم البنات ما بتبلغش علشان كده. 90% من قضايا التحرش والاغتصاب في كل محافظات مصر لا يتم الإبلاغ عنها خوفا من التشويه. وبعض العائلات تقول للبنت يا بنت احنا مش هنحط اسمك في قضية زي كده مع ان هي الضحية. يعني ليه؟ لان المجتمع للأسف الشديد بيدين البنت مسبقا ودايما يدي المبرر والشماعات للمتحرش. هيقولك ده لبسها، هيقولك ما انتوا شايفين الشباب مش لاقي جواز والأوضاع المعيشية، وكأننا نكافئ المتحرش والمغتصب. في قضية منا ومحمود في حصل انقسام على صفحات التواصل الاجتماعي. هنناقش معاكم القضية وهنتلقى اتصالاتكم. أستاذة سلمى الكاشف وهي أيضا التقطت صورة مع محمود ويعني اعتبرت أن الأمر احنا شايفين في ال هاخد تعليقها. يعني أستاذة سلمى أهلا بيك. اهلا بحضرتك، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام الحمد لله. البعض هنا اعتبر انه ده يعني معاكي بمثابه احتفاء بالجاني واستهانه بالضحيه اللي هي يعني يجب ان تتضامني معها كامراه. يعني اتفضلي. تمام. في البدايه طبعا حابه اقول ان انا ضد اي تحرش من اي نوع. اكيد انا بنت مصريه فاهمة كويس قوي يعني ايه ممكن حد يتضغط نفسيا سواء تحرش لفظي او تحرش جسدي،
ودي حاجة أنا استحالة أأيدها وأكون موافقة معاها، واستحالة استهون بيها، واستحالة استهون بأي جرح لأي بنت أو بني آدم في المطلق. الموضوع كان أبسط من كده بالنسبة لي بكتير. أنا أصلا ما عنديش فيسبوك بقالي فترة كبيرة قوي، فمش متابعة كل الحاجات اللي بتحصل، يعني مركزة أكتر في التصوير وعندي شغلي، فمش متابعة أي ترند بيحصل أو أي حاجة بتحصل جديدة. فموضوع بكل بساطة إن أنا كان بتقالي من صحابي شفتي حوار بتاع أنتران، شفتي حوار بتاع أنتران، إيه ده حوار بتاع أنتران، وروني الفيديو. الفيديو بالظبط اللي انا شفته ان واحد واقف بيقول واحده ممكن نشرب كوفي في انتران، وبعدين الموضوع كان زي كوميك يعني بالنسبه لي، ده اللي انا شفته بالظبط. ثاني يوم بالظبط واحنا في الجونه احنا شفنا الراجل ده بالصدفه، والموضوع هو بالنسبه لي زي خيال كوميدي، زي اي حد طالع فجاه في ترند حصل. انا ما اعرفش اي تتبعات الموضوع، انا ما اعرفش ايه اللي حصل خالص. الموضوع كان بالنسبه لي راندوم جدا، هزرنا وضحكنا ومشيت ونزلت الفيديو على الستوري عندي كنوع من انواع ان انا بهزر، انا ما كنتش اقصد اي حاجه خالص. لا هو الفيديو كده هو اعلان التضامن معه. لا ده مش انا اللي كنت قصدي خالص. انا الموضوع بقول لحضرتك كان بالنسبه لي ابسط من ان انا اتضامن، انا ولا بتضامن معاه ولا اي حاجه. بدليل انا لو واحد ضرب واحد قلم وانتشرت الواقعه على مواقع التواصل الاجتماعي، فانا رحت التقطت صورا وانا بضحك مع اللي صفع بالالم ده، هنا يعني انا بتضامن معاه في مواجهه الضحيه. يعني بص حضرتك ده مفهوم بالنسبه للناس شايفه ايه. انا استحاله اقعد اثبت لكل الناس، استحاله اقعد اثبت لكل الناس خالص ان انا هم كل واحد كده كده يفهم حاجه بطريقته. فهو الموضوع بالنسبه لي انا ولا بتضامن مع حد ولا اي حاجه. انا اللي شفت واحد بيقول واحده كوفي من انتران، ثاني يوم انا حطيت الفيديو ونمت، وثاني يوم صحيت لقيت طبعا فيه هجوم شديد جدا. دخلت اهتميت ان انا ابص على الموضوع لان انا ما كنتش اعرف اي تتابعات خالص. بصيت ثانيه واحده عشان انا بيتقال لي ان الفيديو اللي معروض اصلا مش بتاعي، انا مش شايفه التلفزيون كويس. نعم انا ما اعرفش الفيديو المعروض ده انا اللي فيه ولا لا، فممكن يكون مش انا اصلا. يعني انا مامتي دلوقتي بتقولي ان الفيديو اللي معروض مش بتاعي. انت مش قدامك تلفزيون؟ لا لا بس ده ال ورينا كده يا جماعه الفيديو بسرعه. انت انت هنا في لابسه تيشيرت اسود؟ لا لا طيب. ده مش انا. يبقى المهم ان انت عندك صور، يعني المهم مش لازم يعني المهم هي فكره التقاط الصوره. التقاط ليه؟ لان في ناس كتير عملوا كده، التقطوا صورا مع هنا فكره ان محمود يتحول الى بطل منا. تمام منا هنا يتم رميها بالطوب والحجاره، وهنا انا ما شفتش وحملات التشويه. لكن تعالوا يا جماعه نتصور مع محمود ده بطل الواقعة، بطل القصة. يعني تاني يوم لقيت ان الناس كلها عماله تقول لي ازاي كان حاجه زي كده، في ايه يا جماعه، ايه الموضوع، الراجل ده عمل كذا كذا كذا. دخلت بصيت، اول حاجه عملتها شلت الفيديو، نزلت اعتذار لان انا بصور وفي ناس كتيره جدا عارفاني. عندي فان بيس، في ناس متابعاني كتير، فطبعا الموضوع مختلف عن اي حد. طيب بس بغض النظر هنا انت واضح كده بتعتبريه انه ما اخطاش. لا انا في الاول انا كل اللي شفته فيديو حد مركبه. ايوه ما انت قلتي بيقول لها تعالي نشرب كافي، انت بتعتبر ان ده أنا مش شفت خطا. الفيديو على انا شفت الفيديو، في حد كان واخد الفيديو وعامله على مزيكا، عامله حاجه بيهزر، فانا ما كنتش متابع الموضوع. وتاني يوم اول ما صحيت وتابعت الموضوع شفت الفيديو، نزلت اعتذار كبير جدا وقلت انا ما كنتش عارفه اي تتبعات. يعني انت هنا بعد ما شفتي الفيديو اعتبرت اللي عمله محمود خطا وقلت انا اسفه يا جماعه ما كانش يجب اعلق كده. اما شفت الفيديو كامل لان انا الفيديو اللي شفته كان محطوط عليه مزيكا زي ما الناس بتجيب الفيديوهات وتقعد تحط تعمل عليها حاجات وتقعد تتكلم عليها. اما شفت الفيديو كامل ودخلت بصيت على كل اللي حصل، رحت نزلت اعتذار كل حته على على على, على انستجرام عندي. وقلت يا جماعه انا فعلا اسفه، انا استحاله ارضى باي تحرش لفظي، انا استحاله ارضى اصلا ان حد يكون متطفل او لزج عشان يجي يقول. ايوه حتى مجرد التطفل يا جماعه بالظبط، حتى مجرد انك تضايقها وهي واقفه وتخليها تمشي من هنا وبعد كده
واحد تاني يقول لها طيب ما تعالي كذا فتقوم تمشي من الحتة دي وتقم، يعني معنى كده إن إنك كأنه يا جماعة دي بمثابة دعوة للناس بالضبط. طالما إنك ما بتلمسهاش وما بتقولش لفظ اعمل اللي انت عايزه. لا أول حاجة أنا أول حاجة فعلها هي إزاي ترفض إفساد الذوق العام، وازاي انك انت عكرتي مزاجه وما استجبتيش ليه؟ اصلا مش كده. والله يا عصام يا عصام حضرتك بقى من ايه ارتكب الجريمه يا فندم؟ هو انا رفضه ولا انا لما يتم محاكمتها محاكمتها يا جماعه رفضه. الناس والله بتقول لي احيانا بيحصل زي مش تمام، هو هيخلص فانت شايف انه الدعوه ده الصبح هتلاقي كل شباب مصر اي حد واقف في الشارع، هو فين الامن والامان انك انت تخرج اختك او امك او بنتك تقف في الشارع يا استاذ وائل؟ ده لو هي مع يعني مع احترام شديد ليها، انا بفترض عشان بس ما سيش اليها، حتى لو كانت لابسه لبس خليع زي ما هو بيقول او اي حد بيقول، ما دام ما ادلوش السبب من اسباب الاباحه، هي تعاقب عن تحريض على الفسق والفجور وهو يعاقب عن تعرض لانثى. قال لا طيب. هو ده سبب من اسباب الاباحه؟ لا هو ما فيش. طيب خليكي معايا يا استاذ سلمى عشان يعني انت يعني هي بتقول انها يعني بتقولي انت لا انا عايزه بس بعد اذن حضرتك بدون اي مقاطعه انا عايزه بس اوضح كم كذا نقطه اتقالت اثناء الحوار. اول حاجه ما ينفعش ان انا اتهم بان انا يعني بدعو الى الله فضائل، لاني انا استاذه جامعيه بربي اجيال بعلم اجيال بالفضيله والاخلاق، ولو تفتح صفحتي وتسال الناس عني هتعرف. لا ثواني بس ثواني انا هقول والله هكمل. لما تبقي بتربي اجيال والله هكمل، وتقول العمل ومحمود لا ثواني ما في الاخر منا تعتبر زي بنتي ومحمود يعتبر زي ابني، بتكلم بامان. انا لا هرضى ان بنتي انها تتعرض لموقف منا، ولا هرضى ان ابني يعمل في بمنات الناس بس كده. انت ما قلتيش ان العمل غلط. لا انا قلت غير متحرش، لكن هو سلوك غير لائق، لكن هو غير متحرك. انا مش مقتنعه بعد اذن حضرتك تاني. انا مش مقتنعه طيب. انا مش فاهمه معلش يا استاذ وائل، يعني انا برضو بستعجب من فئه يعني بعض المحاميين. انا امبارح برضو كنت عامله يتسألون مع احمد عبدون والاقي برضو محامي يقول لي مالكيش تقعدي القعده دي يا استاذه والله بعد اذن حضرتك، والله تؤاخذ عليك القعده اللي انت قاعداها دي، ما ينفعش يا استاذ. احنا مجتمع شرقي، ما انا نفسي اقول ان احنا بالفعل مجتمع انت بتقولي ده مضايقه. ايه مضايقه دي؟ ثواني حضرتك من شويه بتقول ان هي لو قولي مصيبه قولي فحشه قولي جريمه لو نزلت عريانه ما حدش يبص لها، وبرضو الناس نفس الحكايه بقول اني ناس بتدعو للبايو البكيني. انت عايزاني ارد عليك اقول لك ايه وانت بتقولي ده مش تحرش؟ بتقولي ايه ده مش تحرش؟ يعني ارد اقول لك ايه؟ هو المفروض ان انا ما اتكلمش بعد اذن حضرتك، دي كارثه. يعني انا المفروض ما اتكلمش؟ انا المفروض ما اتكلمش؟ دكتوره ما انت بتتكلمي اتفضلي. بعد اذن حضرتك انا ضد العري في الشارع معلش مع احترامي، انا ما شفتش منه. خلي بالك في ناس، خلي بالك بس في ناس بتعتبر حتى اللي انت لابساه ده في اكثر تشددا بيعتبره ليس لائق. ايوه تمام اصل العري ده يعني تمام. اذا انا لا عايز انا بتكلم مش بتكلم اذا انا خلي بالك لانه احيانا يتم تقديم مكافاه للمتحرش. لا. ان انا اقول له لا خالص انت يا ابن ضحيه لان البنت لابسه الحياه لبس مش كويس. بس بالفعل في بعض من البنات في الشارع المصري بالفعل موجودين علشان الناس تتحرش بيها، موجودين بتكلم بامان. انا عندي بعض الطلبه بتيجي تشتكي يا دكتوره ده بيغتصبوا اطفال يا دكتوره ده بيغتصبوا اطفال بعض الطلبه بعض الطلاب ان الطالبات بيتحرشوا بيهم. معلش فين القانون اللي بيقول اذا في حد انثى تحرشت بشاب ان الشاب بيصور ويفضحها؟ هل هنقبل ده؟ انا دلوقتي بتكلم ده موجود، لان انا عندي نفسي سمعت من اكتر من شاب. انت عندي متحامله على البنت؟ انا مش متحامله والله جداً. مطلقا انا بقول احنا زي ما بنقول احنا لينا تقاليد وعادات. هو بيتكلم ان اهل الصعيد وفي تيارات اكثر اهل الصعيد يا ريت عاداتنا زي عادات اهل الصعيد ما زالوا متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم. اهل الصعيد برضه مش هيسمحوا ان انا مش بتكلم على مين، انا بتكلم بصفه عامه. اهل الصعيد مش هيسمحوا ان البنت تطلع ببنطلون مقطع. يبقى هي البنت مدانه؟ لا مش هيسمحوا البنت مدانه يعني هي تلبس لبس اللي هو حتى لو في بنت حتى يا جماعه بس لو سمحتوا يا جماعه لو سمحت هاجي انا ما بقولش لو انا سمحت. ما بقولش هل دي دعوه؟ خلينا اسالك لا هي دي ما تخلينيش اسالك تفضل. هل دي دعوه اذا شفنا بنت لابسه بنطلون مقطع انهشوا لحمها؟ لا اذا شفت بنت لابسه اغتصبوها تحرشوا بيها؟ لا بنطلونات مقطعه حضرتك وانا بشوفهم واصله لحد اعلى مش بتكلم انا على مين، انا ما شفتهاش اشهد الله. في بنطلونات بتبقى واصله يعني خلاص هي اعلى الفخذ. معلش يعني مين اللي هتمشي كده والناس هتسيبها في حالها؟ ماشي تعاقب اخلاقيا ودينائيا. يعني ايه الناس تسيبها في حالها؟ لا يعني ازاي يعني انت لا ما حدش هيسيبها في حالها. انت
بتشجعي المتحرش والمغتصب. انا مش بشجع والله ما بشجع. احنا برضو انا بقول احنا بلد فيها تقاليد فيها عادات لينا هويه اسلاميه. احنا اتعلمنا وتربينا ان ما ينفعش اخرج الشارع. الشارع ليه اداب يا استاذه. اتكلمي على الفعل سواء الراجل مالكيش دعوه بالضحيه مهما كان. اسمحلي انا ما قطعتش حضرتك طول ما حضرتك بتتكلم يا استاذه. مالكيش دعوه بيها. هي لابسه ايه؟ انا ما اتكلمتش على منى. هي لو لابسه لبس يعدي جريمه هتعاقب قانونا. في قانون بيعاقب على اللبس. اه طبعا. امال ايه اسمها؟ جريمه تحريض على الفسق والفجور. لا لا مش كده. مش للدرجه دي يا استاذ. لا لا فين ده؟ فين اللبس ده؟ يعني انت عايز ليه افعال ماديه يعني؟ واحد يا عصام بيه. لا انا مش قادر اعترض بس الدرجات اللبس عليها تحريض على الفسق. يا استاذ مشيل انا على الهوا وانا عارف بقول ايه. انا مش بتاع طرشي. لو مشيت عريانه او لابسه لبس يحرض على الفسق والفجور تعاقب بجريمه. ده لو كان في قصد على التحريض على الفسق والفجور. لكن مش لو لابسها بقصد يا سلام. وهي اصلا الجريمه. لا لا بقول لك ايه يا جماعه هدوان كده. انا ببعد لو سمحت. لا لا لا. لو سمحت انا ملاحظه مش عايز تداخل اصوات. لا لا انا ملاحظه في الفتره الاخرانيه ان هناك اتجاه اللي يعني اللي بيتكلموا هناك اتجاه ان المراه تنزل الشارع اعملي اللي انت عايزاه. ما قلناش كده ابدا. ما قلناش كده. لا ندعو للفضائل من هنا ومن هنا. يا دكتور المساله نسبيه. في ناس خليني انا بسالك تاني. في ناس هتشوف تمام مظهر حضرتك ده تمام انه يسيل لعاب الشباب وانه كمان انا رايي الشخصي يعني المساله نسبيه. في اكثر تشددا هشوف ده وفي اقل تشددا وفي اقل وهكذا يعني. في عندنا فئه من الشابات اللي هم في جامعات معينه بينادوا بان انا حره ان انا انزل الشارع اعمل كما يفعل لي كذا. ثواني بس. زي الثقافه الغربيه. ما انا الثقافه الغربيه اللي ممكن يبقى واحد ماشي. انت بتاخدينا الاتجاه ده. انا ماليش الان ما هو طبيعي في المجتمع. لا ما هو ده اللي بيتكلم عليه. انت يعني عايزه يعني هي اللاتي يتم التحرش بهن. لا تحرش لا انا ضد التحرش. طيب. يا جماعه انا ضد التحرش وكتبت عن التحرش كتير. طب ليه بتكلميني عن اللي بيقولوا الدعوه للحريه واحنا عايشين ده؟ احنا بنقول ان انا عايزه ابقى حره في المجتمع. البس اللي انا البسه. هل انا بناقش ده؟ لا ثواني. هل انا البس اللي انا البسه؟ التحرش كلهن من اللي بتقول. لا 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 انا عايزه الحريه بلا حدود. لا 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 طبعا. يعني هل الطفله اللي بيتم اغتصابها؟ لا طبعا ضد. هل الست العجوز كمان مين اللي يبقى مع ده؟ معلش قول لي مين بني ادم عاقل. ما انا استخدمت اللبس شماعه. مش اللبس شماعه. انا بقول بعض لبس انا بشوفه لا يليق بثقافتنا العربيه المسيحيه والاسلاميه. معلش احنا يا استاذ وائل نعدل القانون. نعدل الماده دي. نعدل الماده دي ونكتب ايه؟ نكتب فقره واعضاء مجلس النواب شايفيننا وسامعيننا نزود الجمله في الاخيره اللي هي للتعرض ونقول اذا كانت لابسه لبس خليع فده سبب من اسباب الاباحه. لا ما نقولش كده. لا لا ما نقولش كده. امال ايه؟ لو سمحلي بس يا اخويا استاذ ميشيل لو سمحت. لو سمحت. بعد اذنكم ايه اللي قطعتك؟ تمام. احنا ليه نظرنا البنت اللي عملت الفيديو ده ان هي مدانه؟ ايه السبب ده؟ من شويه اتصل المتصل الاستاذ برضه ما تحكمش عليها بالاداء. ثواني ما تحكمش عليها. اللي عملت الفيديو مدانه. مدانه ليه؟ ليه 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 هي مدانه بايه؟ طب اقول وجهه نظر الاستاذ. اسمح لي اقولها يعني. هي مدانه بايه طيب؟ هرجع تاني واقول. طب ما انا اقول لحضرتك هي مدانه بايه؟ طب ما حضرتك اسمح لي اقول وجهه نظري. يبقى لما قلت لك ان انتوا يا جماعه. طب ما احنا سمينا التاني متحرش. تحملوا الشاب يا فندم على الاعناق. انا من حقي اقول وجهه نظري يا استاذ وائل. حضرتك اسمح لي ان انا اقولها بعد اذن حضرتك. اتفضل. الاستاذه هند المتصل اللي اتصلت من شويه اخذت اجراء قانوني صحيح لما تعرضت للواقعه واخذت حكم بادانه نهائيه الحبس لمده او السجن لمده 5 سنوات. فسمت هذا الرجل اللي تحرش بيها او المنفذ ضده او المتهم بانه متحرش حقها قانونا لان هي دلوقتي اخذت حكم عليه اتجهت اتجاه قانوني صحيح. انا ما انت قلت ده يا استاذ. خلاص ما ايوه قاعد اعيده تاني. ايوه ما انا عايز اوضح هنا بقى يعني ايه اللي اعيده بعد كده. قول له يا جماعه ايه ما اللي اعيده. ايوه ما انا هبقى اوضح لحضرتك بس ايه اللي اعيده هنا. انا دلوقتي هفتح المجال. هفتح المجال كنا ما قدمتش بلاغ ده مش معناه ان لا 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 مين قال كده؟ معلش ده وجهه نظر الاستاذ عصام. طب ثواني بس اسالك سؤال. اتفضل. واحنا بنتكلم دلوقتي واحد دخل عليك وقال لك يا استاذ مشيل انت كذا وشتم. انت ما رحتش قدمت بلاغ. يبقى مدان. يبقى انت مدان. الجريمه ما حصلتش. انا كوني ان انا ما بلغتش فانا تنازلت عن حقي. خليني بس الجريمه يعني الجريمه دلوقتي يا استاذ وائل حضرتك شايف ان احنا في مجتمع او ان احنا في غابه او مردد له الشتيمه وانا على الهواء او اللي ضربني بقلم زي ما حضرتك. انا بقول لك اضربه انا كمان القلم. انا بقول لك انت ما قدمتش بقى. انا انت دلوقتي بتديني البنت لمجرد انها لم تقدم بلاغ. انت دلوقتي اتشتمت على الهواء وقلت خلاص انا مش مقدم بلاغ. هل ده معناه ان الجريمه لم تقع؟
لا هو الجريمه ما طالما انا ما اخدتش حكم خلاص انت عايز يا استاذ انا تنازلت عن حقي لو كنا بنعمل عليها انا بقى دلوقتي تنازلت لكن هل معناه ان الجريمه تنازل ضمني عن حقي انا بسالك لا مفيش حضرتك كم من الجرائم ترتكب هو ما بيقدموش بلاغ العقوبه بايه يا استاذ وائل ايه فين العقوبه هنا خليني طالما لم يصدر حكم خليني اخد الناس معايا الاستاذ سالم استاذه سالي الاول استاذه سالي اتفضلي يا فندم الو استاذه سالي اهلا بيك اتفضلي اي فندم اتفضلي استاذ وائل انا سامعك اتفضلي انت على الهواء اتفضلي اهلا بحضرتك يا فندم اهلا بيك ممكن اخد مساحتي اتفضلي وقاعدك محدش يقاطعك يعني اتفضلي يا فندم ذوقك بصي يا فندم المدام اللي عند حضرتك بتقول ان اللبس ممكن يبقى عامل ان اللبس ممكن يبقى عامل ان ممكن يعني بطريقه ان هو يبقى متحرش طيب انا حصلت معايا واقعه الواقعه دي كانت اول امبارح مع بنتي 7 سنين كنت في مصيف وكنا في منطقه قدامي اسم شرطه بالظبط بدون ذكر اسم الشرطه المكان اللي انا كنت فيه عايزه اقول لحضرتك ان بنتي كانت لابسه تيشرت عادي وهوت شورت كده بما ان سنها طفله حضرتك احنا هي كانت مأجره عجله واخوها كان مأجر عجله وانا كأم قاعده بايه باخد بالي من ولادي فجوزي كان مأجر بيتش باجي وقال لي ايه تعالي اركبي ورايا قلت له طب الولاد قال لي ده احنا هنروح لاخر الشارع هنا وهنرجع عايزه اقول لحضرتك يعني والله العظيم ثلاثة انا ما غبت عن بنتي بالظبط 7 دقايق هو كان غلط مني ده اول حاجه عايزه اقول لحضرتك ان انا رحت لاخر الشارع ورجعت تاني خدت نزلت من جنب جوزي وركبت انا البيتش باجي وخدت بنتي قدامي فلقيت بنتي بتترعش جدا مالك يا حبيبتي في ايه قالت لي يا ماما عمو كان عمال يشدني وعايز يدخلني جوه قلت لها عمو مين قالت لي الضابط هو مش ضابط هو كان واقف امن على البوابه اللي هم العساكر دول واحد موظف امن يعني موظف امن يعني انا مش عايزه اقول بقى هم عساكر انا مش عايزين يعني نقول لاسماء بالظبط كده يا فندم انا مش هعمل كده وحضرتك انا قلت للبنت برافو عليكي عشان هجيب لك حاجه حلوه ان انت ما رحتيش ومش عارفه ايه وفضلت قاعده جنب بنتي ما اتحركتش بس انا جوايا نار طبعا ماشي يا فندم المهم ايه قعدت مراقبه البوابه ان هو يطلع تاني ما طلعش المهم جوزي خد البيتش باجي وراح يوصله وهو وبنتي جات لي ست كبيره هي وبنتها المهم قالت لي بنتك دي قلت لها قالت لي خدي بالك من بنتك يا حبيبتي قلت لها ليه في ايه قالت لي انا شداها من ايد الراجل عايز يدخلها جوه قلت لها يعني حضرتك شفتيه بعينك قالت لي يا بنتي ده انا مزعقاله وشد بنتك من ايده وهي ليه ما ابلغتش يا استاذ ماشي يا استاذ ميشيل بس انت كل حاجه عندك ما ابلغتش خلينا نسمع ايه يا فندم بص حضرتك بيقول ما ابلغتش انا كنت جوه اسم الشرطه يا فندم ابلغ اقول ايه لا انا في جهاز بقى لو هو اسم الشرطه فالتفتيش روح للتفتيش بلغي اشتكي يا فندم انا كنت جوه اسم الشرطه لو سمحتوا انت عارف علشان علشان الفضيحه اللي هتوقفوا يا جماعه لو سمحتوا بس عارف اللهجه دي والله هي اللي ما بتخلي الناس تبلغ انتوا بتبهدلوا اللي بتبلغ دي طفله ايه انتوا بتبهدلوا المتحرك احنا مش متحرك عموما دي طفله الناس سمعه في حاجه الناس تقول يعني ما عندهاش الناس تقول لك ايه الناس تقول لك بلا اذا كان انتوا كده لمجرد ان في لو سمحت اسمعونا لمجرد ان في واحده لجأت الى اسلوب وانا واثق انه هذا الاسلوب هيخوف اي حد انه يعاكس هيقول لك اصل تصورني زي الواد محمود هيخوف اي بن اي واحد انه يعاكس ومنا لجأت الى اسلوب انا بشوف انه اسلوب جيد وسيكون رادعا يعني ومع ذلك بتشوهوا البنت لا والله انا اخشى هو لما عرف انه بيتصور استاذ وائل انسحب لا انا اخشى هو لما عرف انه بيتصور انسحب كانش الاولاني يا استاذ وائل خلونا يا جماعه بس اسمع بقى قولي لي طبعا ما الله يكون في عونك يعني والحمد لله انه ربنا انقذ بنت بس انت عايزه تقولي انه القضيه مش قضيه لبس طيب معايا الاستاذ محمد من القاهره اتفضل مساء الخير يا استاذ وائل مساء الخير اتفضل سؤالي للدكتوره ميسه دكتوره ميسون اتفضل حضرتك دلوقتي بعد ما هتخلصي البرنامج انا هستنى حضرتك بره الاستوديو ونروح نشرب كوفي في اون ذا ران حضرتك معايا مش هروح معاك
ومش عامل نفسي سامعاك. تصرفي ايه من ناحيتك؟ وبعدين حضرتك قلتي في الحلقه دلوقتي ده راي الشخص، احنا مش عاوزين راي حضرتك الشخص، احنا عاوزين الراي المجتمعي. وحضرتك الراي المجتمعي انا اخشى ما اخشاه ان دلوقتي كل شاب عايز يتشهر يروح يتحرش بواحده عشان عايز يتشهر. يعني محمود ما كانش، ما كناش عارفين عنه حاجه، دلوقتي بقت عليه عروض وعايزين يمثل. مين قالك ما هو في واحد ما انا اخشى ما اخشاه ان احنا نمشي برضو في اتجاه تاني، ان فعلا دلوقتي كل شاب عايز يتشهر. طب وليه ما ليه ما تاخدهاش بان هذا الاسلوب يمكن ان يكون رادعا؟ يا ريت، انا اتمنى والله، انا اتمنى. طب خلينا المتصل بس على التليفون يا جماعه. تفضل تفضل. تصريح حضرتك باللبس يا دكتوره ما يختلفش عن تصريح محامي شهير اترفع عليه قضايا لما قال اللي يشوف بنت لابسه لبس ضيق يتحرشوا بيها، ويعني بدون ذكر اسماء، ومحامي شهير ومحامي وترفع عليه قضايا. فحضرتك اعتقد ان الكلام اللي حضرتك بتقوليه هو بيندرج تحت البند ده، ما اعرفش بقى استاذ عصام يقدر يحدد قانونيا. الواقعتين مالهمش علاقه ببعض. لما اتكلمتي يعني عن لسه عليا قضيه عشان انا شايفه ان الولد غير متحرش، وان انا شايفه ان هو ضايقها وانه دخل في خصوصياتها وانه مارس سلوك غير لايك. فانا كده حكم على ايه يعني؟ طب ضيقها يعني يتعاقب يتعاقب يا استاذ عصام لما يتدلغ يا استاذ عصام؟ لا يتعاقب بالقانون يا استاذ عصام، انت وصلت قانون كبير يا استاذ عصام. لا يتعاقب بالقانون يا جماعه، هي بتكلمه هو مجرد التشهير بيه بانه بقى متحرش التجمع، هو كده نال عقاب، هو كده. يعني انت شايف ان ده مختلف؟ هو دي حاجه قليله على فكره. هو لو متزوج النهار يا استاذ عصام نقول له ايه؟ نقول له كخ، انت عملت كخ، انت وحش. طيب نكمل بس القانون يا استاذ. طب ما خلينا تاخد حقها بالقانون يا استاذ. ده القانون. طب يبقى لازم تاخد حقها بالقانون. انا بايدك يا استاذ صبري، تاخد حقها. ما هي التصوير جزء من انها بتوافق. هل يجوز ان انا اثبت بالكاميرا؟ انت بتطالب بمعاقبتها عشان ما قدمتش بلاغ. لا لا، انا بطالب بمعاقبتها عشان شهرت بيه من غير ما يكون معاها دليل ان هو متحرش. كل واحده بتتحرش. هو مفيش معاها دليل ان هي متحرش. اطالب بتحرش. احنا بنختلف مع بعض. هدوءنا يا جماعه. احنا اختلفنا في التفسير القانوني. احنا بنختلف في التفسير القانوني. اديني سكت. مش هسمح بالصخب ده. طيب احنا في اختلاف في التفسير القانوني. مش هسمح بالصخب ده يا استاذ ميشيل لو سمحت. انا من حق ان المشاهد يستمع ويسمع. طيب. كل 100 واحد تحرش بيحصل منها بلاغ واثنين بس. خلينا اخلص بس المتصل. استاذه ايمي من القاهره، اتفضلي يا فندم. استاذه ايمي. ايوه مساء الخير، اتفضلي يا فندم، اتفضلي. بصي يا استاذ وائل، انا عندي بس تعقيب وعندي سؤال بعد اذنك. اتفضلي اتفضلي. تعقيب للاستاذه اللي عندك دي، يعني طالما فتحنا الموضوع قوي فكره البنت وطريقه لبسها، فاصلا النقاش معاها منتهي. يعني ده طرف ما ينفعش يكون موجود في قضيه مهمه زي دي نتكلم فيها ويتكلم في لبس. لا بس خلي بالك، في تفكير في المجتمع بيجي كده دايما، يعني في قطاع في المجتمع بيتعامل مع قضايا النوع ده بادانه البنت، وهو القطاع الاوسع. وعشان كده انا بقول انه هذا القطاع هو للاسف السبب في ان البنات ما بتبلغش. 90% من قضايا التحرش والاغتصاب يتم مكافاه ما هو السؤال المتحرش والمغتصب اللي جاي، بانه البنات ما بتبلغش خوفا من الكلام ده. لا يا استاذ وائل، السؤال اللي جاي بس بعد كده ليه علاقه بفكره ان البنات ما بتبلغش، لان المجتمع ما بيدعمهاش اصلا. تمام. انا عندي سؤال بقى للطرف الثاني اللي بيزعق واللي متبني القضيه، يعني اشمعنى القضيه دي بالتحديد والفيديو ده بالتحديد اللي انا شايفاه بصراحه تافه وسطحي بالنسبه لمواقف كتير حصل فيها تحرش، الاستاذ متبنيها وزعلان عليها كده، الا لو هي عشان عامله بروباجندا. تمام. لكن الناس اللي بيتم التحرش بيها في مواقف فيها تعدي فعلي في المترو وفي المواصلات وفي الشارع، احنا ما بنلاقيش حد بيدعمها. ارد على حضرتك، اولا انا ما اعرفش المجني عليها ولا عمري شفتها وانا مش محاميها، انا بتكلم بصفه عامه. ولو حضرتك رجعتي لكل مبادئي او اي فيديو انا عامله او اي حلقه، انا عمري ما كنت مع الانحلال او الرذيله او الفجور. انا بدافع بصفه عامه مجرده عن اي حاجه بتتم، سواء دون النظر الى شخصيه المجني عليها. انا بتكلم على كل بنات مصر، ما ينفعش اي حد يتحرش بيهم او يتعرض ليهم مهما كانت طريقه لبسهم. هذا رد على حضرتك. اتفضلي يا استاذه ايمن. انا مش مصدقه حضرتك.
ما تصدقيش بروحك بقى. انا عايزه برضه اتكلم مع حضرتك. حضرتك يبقى داخله انت بقى تصفي حسابات او لك موقف شخصي. طيب اتفضلي يا استاذه ايمي وبعدها الدكتوره ميسون عايزه تعلق على كلامك. اتفضلي. بعد اذنك احنا دلوقتي عشان نناقش قضيه زي التحرش تمام، انا شايفه ان احنا داخلين اصلا من مدخل غلط ان احنا نناقشها عن طريق فيديو في الاول والاخر ده فيديو سطحي يعني. وبعدين البنت اللي منزله الفيديو بتقول في التجمع وبيحصل كده، احنا برضو بنناقشه من طبقه الى حد ما. مش ده الدارج يا جماعه، ومش دي الستات اللي بتنزل تروح شغلها، ومش دي الناس اللي طالع عينيها يعني وبيترمي التحرش بيها بجد عشان ناخد كل البروباجندا دي. تمام دكتور ايمن، احنا ما بنناقش الواقع بمعزل عن بشكل عام لماذا يتم ادانه البنت في كل وقائع اي حد بيقدم بلاغ يتعلق بمعاكسه، بتحرش، بالتعرض لانثى زي ما قال الاستاذ، باغتصاب، في ادانه مسبقه للبنت والست يعني. وبقول ليه حصل بنطلق من واقع حصل فيها جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذا انا ناقشناه قبل كده. ومش معنى ان انا بنطلق من مناقشه منها، نعم في قضايا اغتصاب وحشي كمان، في قضايا ستة سبعة بيغتصبوا بنت أشد بشاعة من ده، لكن هي متعلقة بفكرة التعرض للبنات في الشارع. أتعامل معاه إزاي؟ هل ما قامت به منا ده أسلوب صحيح؟ أنا بقول إنه أسلوب هيكون رادعا يعني، وأنها لم تخطئ حتى يتم تشويهها وإدانتها بهذا الشكل. اتفضلي. صحيح، وهيحصل أكتر من كده بعدين لو ما حصلش ان بقى في اراده حقيقيه من الدوله نفسها. ده وجهه نظري ببساطه، وشايفه ان القضيه او الموقف بتاع الفيديو ده بصراحه اخذ اكبر من حجمه، وبروباجندا ملهاش اي معنى. اي معنى. فخلينا واي حد هيتكلم في موضوع التحرش يدين فيه البنت او الست باي صوره من الصور، ده مرفوض تماما. الاشخاص طيب. المفروض ما يتردش. عشان انت اتكلمتي بس دكتوره ميسون عايزه تقول لك تعليق، لانه عشان نديها حقها. مساء الخير على حضرتك. اول حاجه انا بايد حضرتك ان بالفعل ان الموضوع ما كانش يستاهل كل اللي احنا عملناه في التغطيه الاعلاميه، لان في حاجات اكتر من كده بكتير ولم تنال حظها من الاعلام، ولسه كان في مواضيع اغتصاب حقيقيه ولم تنال حظها من الاعلام. وانا برضو بستعجبه ان ليه الفيديو ده بالذات اللي اتحصل عليه بروباجندا قوي، مع ان كان قبليه بساعه هي نشره فيديو، او ما اعرفش كان قبليه بقد ايه، انا ما اعرفش عشان برضو ابقى دقيقه في الكلام، ان كانت نشره في الفيديو بتاع محمد المحبوب ولا حد اتكلم عنه ولا حد جاب سيرته، مع انه كان في كلام واضح ان هو بيتحرش بيها. دي جزئيه. الجزئيه الاولانيه يا ريت ما فيش حد من المشاهدين يفهم انا ضد التحرش، ولا سواء لفظا او قولا او عملا، انا ضده وانا مش معاه ولا اقبل بان اي انسان يتعرض للتحرش. لكن انا بتكلم ان للاسف الشديد في عناصر او في بعض السيدات او بعض الانسات اللي هم انا ما اعرفش اطلق عليهم لقب ايه عشان انا مش عايزه اغلط في حد، بالفعل انا بقيت اشوف اللبس بتاعهم خارج تقاليد عاداتنا وتقاليدنا اللي ربنا عليه. انا لا بطالب بحجاب ولا بقول اتحجبي ولا بقول اعملي اي حاجه، ولا انا ماليش علاقه بحاجه زي كده، دي مش بتاعتي، دي بتاعت الانسان بينه وبين ربه. لكن انا بطالب بالحد الادنى من الاحتشام. احنا دلوقتي انا يعني بتمشي في شوارع امريكا ما بتشوفيش فيها هذا الكم الهائل من العري اللي بقى في الشارع. ايه هو ايه اللي حصل للمجتمع المصري؟ ده اللي نتناقشه. ازاي القضيه بقت تحرش تحرش تحرش؟ ده اللي نناقشه. الاسباب ووسائل العلاج ده اللي انا اتكلم عليه. انما انا لما اجي اتكلم ان اتقال ان انا ضد، انا مع التحرش وانا بدعو. ايوه اول ما تقولوا شوفوا لبس البنات عامل ازاي. ايوه في بعض لبس من البنات بالاضافه الى طريقه، مش لازم تكون منا يا جماعه. انا بس عندي تليفونين لازم اخدهم واطلع فاصل، وبعد كده هاتيح للناس التعليقات الاخيره. استاذه مارينا اتفضلي يا فندم. تاني مارينا كلكم. اولا شكرا لحضرتك اتحت الفرصه، ان فعلا موقف التحرش ده بقى كتير جدا في المجتمع وبقت ظاهره يعني غير طبيعيه. بس تسمح لي ان دقيقتين هاخدهم، بس يا ريت ما حدش يقطعني خالص. اتفضلي. اول حاجه نقطه اللبس، اولا اللبس محترم او مش محترم دي مساله نسبيه من واحد للتاني. يعني لو واحدة منتقبة شافت واحدة محجبة فهي بالنسبة لها غير محترمة، تمام؟ واحدة محجبة هتشوف واحدة لابسة نصها بالنسبة لها غير محترمة. فدي حاجة نسبية من شخص لآخر. ثاني حاجة لو متضايقة قوي من اللبس ببساطة يدخل الجمارك تلغي اللبس اللي داخل في عري، يا إما تلغوا المصانع اللي بتعمل اللبس ده. يبقى كده هنريح المجتمع كله. لكن إحنا بنمسك في طرف الثوب ما بنمسكش الأساس.
الأساس إن المجتمع بقى فيه مرض أخلاقي. ندور نعالجه إزاي؟ أنا بشوف كل اللي بيستخدمه، أنا آسف بقطعك، كل اللي بيستخدمه شماعة اللبس بيكافئوا المتحرش والمغتص، بديله بالظبط كده، بديله مبرر. انت يا عيني انت ما استحملتش يا ابني وانت معذور، احنا برضه زوال ما نسرش الغرائز. فانا الحقيقه بقى اهو يعني نفس التعبير، نثير الغرائز يعني. مش في بعض الناس بتثير الغرائز يا زوال، المساله نسبيه، في ناس هتشوف طيب الدكتوره بهذا الشكل تثير الغرائز، مش قد يكون هناك بعض في ناس بتشوف تم الزواج، في ناس بتشوف، في ناس بترى ان عيون المراه اجمل ما فيها فبتشوف ان المنتقبه تثير الغرائز. مش ده اسباب اباحه، انا مش ده اسباب اباحه، في كمان مساله نسبيه يعني. اه بس ما نسيرش غرائز. انا بس في سؤال مهم جدا برضه هنقول عارف يا استاذ ميشيل، انا معاك، انا شوف انا انا بؤيدك في حاجه، انا بؤيدك، انا بأولادي بان احنا نلتزم بناتنا وزوجاتنا واخواتنا بالفضيله ماشي، بس ما مربوطهاش، لكنها ليست مبرر. مش ليه مبرر؟ مبرر للغير اللي يعتدي عليها، ولكن برضه ما بقاش، لان احنا مجتمع شرقي طبعاً، بصرف النظر عن رد فعل اللي قدام. طيب ارجع للاستاذه مارينا تاني، اتفضلي يا فندم. تاني حاجه، الاستاذه اللي كانت بتقول امريكا ما فيهاش عري، لا هي فيها عري بس حضرتك مش واخده بالك، ورغم كده زي ما انت بتقولي ما فيهاش عري. لا انا ما قلتش انه ما فيهاش عري، انا قلت ان ما بيبقاش فيها عري. انا بقيت بقول احنا اتشبهنا بيها، لا احنا عمالين نتشبه ان احنا زي الغرب، لكن انا معلش لا لا لو سمحتي، لو سمحتي حضرتك بتتكلمي عن الظاهر، انا في ناس قريبين مني جدا. طب حقيقي انا ليا صديقه في كندا قالت لي انا في كندا ما عنديش اللي انا شفته هنا. ده سؤال مهم جدا. بس استاذ محمد من اسكندريه، استاذ محمد اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. تحياتي ليك يا استاذ وائل ولضيوفك الكرام. بيحيوك جميعا، اتفضل. والله انا هتكلم في نقطتين سريعا. اتفضل. اول نقطه مهمه جدا، الثقافه. الثقافه زيرو. فطول ما الثقافه صفر طبيعي انت هتلاقي بدل ما هنتطور في الصناعات والحاجات اللي ممكن نتطور فيها، فانت هتتطور في التحرش، هتتطور في المعاكسات، هتتطور في الاسلوب اللي بقى كله خارج. فطبيعي ان هتلاقي ظاهره زي متحرش التجمع هو اللي بقى الشو الاعلامي، هو بقت القضيه المهمه اللي بتشغل الراي العام. فخلينا نكون منطقيين اكتر، خلينا نتكلم على فكره الثواب والعقاب. متحرش تلفظ بلفظ سواء كان خارج داخل، عقاب، وعقاب صارم واحد بس. ما يطلعش هو في برنامج لحضرتك ويقول لحضرتك لا مش انا اللي اكون كبش فدا، مش انا اللي اتاخد، مش انا مش انا مش انا. فكرة الثواب والعقاب، يكون في عقاب صارم وما يكونش فيه وساطة في العقاب ده. طيب بشكرك وهطلع فاصل. ويا جماعة طبعا هي قضيتنا الأساسية، لاحظنا انه حتى الآن على مواقع التواصل الاجتماعي هتلاقوا في انقسام في عناوين وصفحات مختلفة، لكن الملاحظ انه تم التعامل مع الشاب محمود في هذه القضية على انه اصبح نجما، والبعض يلتقط معه الصور، وتم التعامل مع الفتاة اللي بتتعرض لحملة نفسية الى حد انها حتى خايفة تتكلم دلوقتي، يعني الى حملة نفسية شديدة لان في حملة تشويه تتعرض لها. هنا بكرة بعد الشباب يا استاذ وائل بسبب الموضوع ده على التحرش بالناس، وايه وكمان ولا صوريني صور، صوريني صوري يعني، فاهم انا عايز اقول ايه؟ عشان يشتهر وعشان يجي له اعلانات. فكره الفيديو اول مره عملت كده، ما هي ما خدتش حقها بالقانون وخدت حقها في فيديو، هي اللي عملت كده، ولا تعاطف الناس هو اللي عمل كده معاه؟ لا يا فندم، هو المفروض ارجع للقانون. مجاز تعاطفك معاه، مش هو اللي عمل كده. انا مش متعاطف، انا جاي هنا اتكلم قانون، انا شايف ان مفيش جريمه، واحنا ضد وعشان افصل بينه وبين انقلاب المعايير ولا لا، انقلاب المعايير ده يفيد ان هو صح، كان المفروض يبقى رد عليا. بص يا فندم، كل حاجه دلوقتي حضرتك فسرت ان مفيش جريمه، ما في جريمه، انا بقول ثواني بس، انقلاب المعايير ده اجرى المجتمع، كان المفروض بقى هنا يفصل بينه وبين القضاء، نروح للقضاء يصل دي جريمه ولا لا؟ ده دعوه للانحلال والرذيله يا جماعه، ده ما ينفعش يا جماعه، البلد هتطفي في جريمه اصلا. احنا هنا بنتكلم بظهر القانون، مش بنقيم سلوك. فاصل اخير ونعود للمناقشه.
مشاهدينا نحييكم من جديد، ما زلنا معكم نتساءل بعد الانقسام الذي حدث في قضية ما سمي بالتحرش في قضية التسجيل التليفوني اللي حصل، سجل شير افضح اسلوب اعتقدت منا انه سيكون حاميا ورادعا هيخوف اي حد انه يعاكس ويتحرش بالبنات في الشارع، لكن للأسف الشديد تعرضت بعدها الى حملة عنيفة، وتعامل البعض مع الشاب محمود المتهم في هذه الواقعة على انه بطل، وبدأت تأتي بعض العقود الإعلانية والعروض السينمائية. أستاذة صحر اتفضلي يا فندم. تحياتي لحضرتك والأساتذة الموجودين. اتفضلي. الحقيقة كلامي مش على موضوع منا والفيديو، انا الحقيقة وانا بتكلم عموما يعني. بالظبط، انا مقيمة من فترة في الخارج، لكن الحقيقة اللي لفت نظري اكتر وانا مسافرة موضوع الفيديو بتاع حادثة دمنهور. استغربت جدا ان يتم التحرش بثلاث بنات، وفي مش عايز اقول لا القاهره ولا اسكندريه، دمنهور المفروض انها اوكي انها عاصمه او مدينه كبيره، لكن يعني الاقاليم شويه بتكون اهدى شويه، لكن وبتتعامل مع القضايا دي بتحمي البنت يعني. بالظبط، بصراحه المنظر كان بشع جدا، ما تخيلتش ان مفيش امين شرطه او ضابط سامع باللي حصل وبالدوشه دي كلها يلحقوا بسرعه البنات دول. ازاي؟ فين الداخليه يا فندم؟ بس خلي بالك ده يعني ممكن بيكون كل ده تم في 5 دقائق 10 دقائق، لكن فور تقديم بلاغ الناس بالتاكيد هتهتم يعني. بس هو الاهم من ده، طب فين الناس؟ المخوة. ما حضرتك ما سألتيش نفسك فين الناس؟ استاذ سحر اتفضلي. استاذ سحر. استاذ سحر اتفضلي. فأول منفذ للقانون مين؟ الداخلية. أنا النهارده لو في مشكلة حد شد مني شنطة وهفترض إن الكل أندال. وقف يتفرج عليا مين اللي يبني؟ ضابط شرطه. ايوه، بس في ال 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 السلوك المجتمعي في ده اللي انا شفته، يعني انت واحده ماشيه فجاه بقى في 20 حواليكي في 5 دقائق في 10 دقائق، يعني في سلوك مجتمعي كمان غريب يعني، وفجاه تحولت المساله الى تحرش جماعي، الناس ماشيه ورا البنات يعني. طيب استاذ هاني اتفضل. استاذ هاني. السلام عليكم. ايوه استاذ وائل معاك. السلام عليكم. اتفضل استاذ هاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله كنت حابب يا استاذ وائل عايزين نتكلم في القضيه دي، ناخد الولد والبنت ان دول ولادنا ودول ولادنا، فلازم اللي يتناقش في المشكله يعرف ان احنا في مجتمع او في بيئات دلوقتي غضب عنها فرض نفسها على الناس على الظروف. وبالنسبه برضه للدوله المفروض تكون ليها دخل في موضوع الزواج وتيسير الزواج والاحكام اللي شغاله على الناس دلوقتي، اللي هي بتصعب وبتكبر المشكله اكتر وبتخلي الشباب يعانوا من هذه الايه؟ المشكله. كموضوع اولادنا جميعا. برضه مش عايز نعمل نفس المبررات بان الزواج او التاخر في الزواج هو السبب يعني، لانه حتى الشاب في الواقع دي الطرف الثاني ما يعني ثري، ما عندوش المشاكل المعيشية يعني اللي أقول إن الناس ليه بتعمل كده يعني. وأغلبية المتحرشين من واقع وجودنا في المحاكم على فكرة متزوجين للأسف الشديد. شد بقى في الصورة. وبالتالي مش مبرر. بس أنا عايز أرد على الأستاذة، المدافع الأول في هذا المقام يا أستاذ وائل المواطن نفسه، المجتمع. مش هنمشي ورا كل سيدة أو كل بنت ضابط شرطه او عسكري شرطه. طبعا، لان الاخلاقيات اللي انهدمت عندنا احنا في انهيار. وعلى فكره عارف امريكا اللي الاستاذه بتكلم عليها عندهم ثوره دي اسمها ثوره العفه دلوقتي. طيب. يعني في جمعيات بتدعم ال 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 صدقني مؤسسات
في جمعيات هناك النهارده بتنادي بالعفه وبتنادي بالبعد عن الانحلال بعد ما شافوه من الإذ وخلاف. طيب. وفي جمعيات ومؤسسات. قبل ما اجي هاخد بقى تعليقات استاذه رؤى، هاخد تعليقات اخيره وتليفونات اخيره بقى. قولي لي، انا سبتك بس بتسمعي كل ده في 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 النهايه يعني، وانتوا الحقيقه يعني من يعني تعاطفتم مع منا يعني، وقلتوا انه البنت والبنات تتعرضن الى حملات من هذا النوع. اوكي، انا ما حبيتش اقاطعكم خالص، انا حبيت اسمع كل وجهات النظر. هتكلم في نقط اتمنى ان اكون قلت كل اللي عندي يعني. فضل. اول حاجه، انا مش بتكلم عن منا بس، هو الكلام ده بيحصل كل دقيقه، بيحصل دلوقتي حالا، بيحصل مع منقبه، بيحصل مع محجبه، بيحصل مع جميع فئات البنات في جميع الطبقات. بالنسبه للناس بتقول ان عدم تاخر يعني ما فيش اقبال على الجواز، ده معناه ان هو يتحرش ان هو لا، الدين بتاعنا بيقول ان احنا ان هو يلعب رياضه، ان هو يعمل اي حاجه، ان هو يعني مش عارفه اقول اللفظ، بمعنى ان هو يروح يخرج يفضي طاقته في حاجه تانية، مش ان هو يتحرش. متزوجين بيتحرشوا، اطفال بيتحرشوا، كبار في السن بيتحرشوا، اغنياء، ما فيش التحرش، ما لوش اي مبرر خالص خالص. يعني ايه يعني انا شايفه لابسه كات مثلا؟ طب في بنات كتيره جدا بتخرج تلبس كات ما حدش بيكلمها، مش معنى انها لابسه كات انها حد يكلمها في اي وقت. ده طبعا ده في كل الاحوال ليس ده كلام مفروغ منه. يعني تاني حاجه، انا عايزه ارد على الدكتور وعلى الاستاذ. هو ما كانش لولا الفيديو اللي هي عملته ده ما كناش هنقعد. اكيد في فيديوهات تانية تستحق وما كانتش هتثار القضيه بهذا الشكل. في فيديوهات تانية وانا واثق انه، وانا بقوله تاني وتالت، منا لجأت الى اسلوب مستحدث لكن هيكون كان يحصل من زمان، هيكون رادعا وهيخوف الشباب انه يقول لك انا مش هضايقها يا عم اصل تصورني. فكرة البحث عن الشهرة لا يعني تصيب عدد قليل جدا من اللي هو ما بيهموش الشهرة السلبية. انا هاخد من كلام حضرتك يا استاذ وائل الجزئية اللي حضرتك اشرت خلال حديثك لحاجة مهمة جدا. انت عارف ان الفيديو اللي هي عملته ده او مجرد التصوير اللي هي عملته ده عفت الجاني اللي هو مرتكب الجريمة من عقوبة اشد؟ هتقول لي ازاي؟ ازاي؟ العقوبة المشرع حط لها حد ادنى واقصى. احنا قلنا 6 شهور لغايه قال وترك الحد الاقصى، المحكمه ممكن تدي لغايه 3 سنين. انت تعرف ان بتشدد العقوبه من خلال الملاحقه والتتبع؟ يعني هي لو ما صورتوش وخدت بعضها ومشيت زي ما الاستاذه بتقول، احنا اتعلمنا واخلاقياتنا خدت على ان احنا لما نسمع واحد بيعاكسنا نمشي. ده بيدي فرصه وبيسيل لعاب المتحرش اكتر ان هو يتتبع ويلاحقه. انت عارف القانون في نص الماده دي قال كده، قال اذا تم التتبع او الملاحقه من الجاني تشدد العقوبه لتكون في حدها الادنى سنه بدل 6 شهور. المحكمه تستمع. لا ما تتكلمش على التتبع والملاحقه دي اللي هو عباره عن ايه؟ يعني انا عكست واحده وبعدين هي سابتني ومشيت فمشيت وراها، او عديت وقفت بالعربيه فتحت باب فبعد ما هي عدتني وما دخلتش العربيه طلعت بالعربيه قدام تاني وفتحت الباب ليها تاني، دي اسمها التتبع والملاحقه، دي بتشدد فيها العقوبه. يعني لما تروح واحده تقول ده عكسني مره ومشي غير لما تقول لا ده بقاله فتره ماشي ورايا او بيتتبعني، بيخوفها بتشدد العقوبه. طيب. فيها استاذ ميشيل وانا باخد، انت قلت كل اللي عندك وانا اختلف معاك. طيب. بس استاذ ميشيل لا خليني وانا بلخص استاذ ميشيل، اكثر ما اخشاه ان هنا القضايا شويه تبقى مفصليه، بمعنى ان انا عندي ضحيه وعندي جاني بغض النظر عن حدود ما ارتكبوا ايه، يعني انت شايف عايز تسميه مسميات مختلفه، لكن في كل الاحوال انا امام واقعه فيها واحده واقفه وفيها انت بتقول ده سلوك خاطئ، بتسميه سلوك خاطئ، يبقى انت شايف ان انت تخطئه في كل الاحوال. الاستاذ عصام يجرم ده وشايف دي جريمه وفقا للقانون. يعني اكثر ما اخشاه انه تعاطفكم بهذا الشكل يفتح بابا لادانه البنت دائما ولحمل الشباب على الاعناق اذا فعلوا ذلك. يا استاذ انا شرفت باستضافتي في برنامج حضرتك بصفتي قانوني، فبتكلم من خلال القانون مش من خلال السلوكيات. ولكن انا بتكلم في نقطه بس مهمه، في تساؤل بس عندي. حضرتك بتقول اول موجود فعلا ان بعض البنات او السيدات بيخشوا ان هم يتقدموا ببلاغات عشان سمعتهم. طب يعني هي البنت في حالتنا هنا منا
خشيت ان هي تعمل بلاغ فيشوف البلاغ ده 20 30 40 50 واحد وقد يسيء لسمعتها. وعملت فيديو شافوه ملايين او حطاه على صفحتها اللي هي اللي وارد يشوفوه ملايين وخافتش على سمعتها. برضو كان احسن انها تسلك الطريق القانوني وتاخد حكم قضائي. اكثر ما اخشى ان انا اشوف بسيب القضيه الاساسيه وببتدي ابحث عن هي كده ادانت نفسها عن ثقوب عند أيوة البنت. ليه؟ عشان عملت تصرف. ما هي كمان عملت جريمه. انت لا هي عملت جريمه. احنا بندين احنا انت تركيزك على ادانه البنت يا استاذ. ما عشان هي عملت جريمه. ايه الجريمه اللي عملتها؟ هي عملت جريمه طبعا. ما هو هي فن هو نشيله على الاعناق فن. احنا نقول عليه عملت جريمه لما ياخد حكم. انا بتكلم فيها دلوقتي. انا هجاوبك لما شهر. انا يا استاذ انا هجاوبك لما شهر بحضرتك. اديني فرصه اقول على حضرتك. ما لسه بتكلم السؤال. انا ما كلمتش كلامي بس سؤال. هو انا جاوبك بقى. انا جاوب افهم من هذا بان لو سيده تعرضت للتحرش او الملاحقه او التتبع وسلوكياتها او التربيه بتاعتها زي ما الاستاذه قالت انها مش قادره توقف تقول له احترم نفسك وغير راضي وخدت بعدها ومشيت. تقدم بلاغ ده مبرر؟ لا وخدت بعدها ومشيت. ده مبرر بكلام حضرتك بان اللي هو بيلاحقها ده تقول لا ما انت ارتضيت اهو ما انت معانا نهرتوش. ما عندناش ملاحقه هنا. اتعكس الثاني والثالث. دي ما عندناش ملاحقه. رد عليا في الواقع. هي لم تتقدم ببلاغ. عايز تقول لي ان راضي رضاء المجني عليها مبرر ان هو يرتكب جريمته؟ فين الجريمه يا استاذ عصام؟ ده تفسير حضرتك. ممكن اختلف عايز يا استاذ وائل. قد تختلف المحكمه نفسها بدرجاتها محكمه اول درجه بالاستئناف بالنقط في تفسير نص الماده بتاعه القانون. نص الماده هنا قالت لابد من وجود ملاحقة جنسية، تلميحات جنسية أو إباحية. لا يا أستاذ. قد يختلف القضاة نفسهم. دي 316 مكرر. إيه بدأ يبقى الكلام قاطع؟ بحكم قضائي حاسم نهائي. كلامك هنا بقى بشجع الناس هنا بشجع. لا يا فندم. لا والله. دي مغالطة قانونية. لا يا فندم أنا بقول لحضرتك أنا بشجع الناس هي تقدم بلاغ. اللي هي التحرش الجنسي يا أستاذ وائل. لا 316 اللي فيها التلميحات الجنسية. 306 306 أنا بقول 306 مكرر ألف. ألف وب. يا أستاذ. وألف. ما هي نص المادة هي بيني وبينك نص المادة. يا أستاذ الفاضل. تاني يا فندم. أقول معلومة. نص المادة بتقول بإتيان أمور أو تلميحات جنسية أو إباحية. يا أستاذ. اختلفنا في تفسير نص المادة. يا استاذ وائل يفصل بين القضاء مش فيديوهات. يا استاذ وائل انا بحقق لك فيديوهات. يا استاذ وائل اللي ما عندهاش موبايل تعمل ايه؟ خلاص خلصت. اللي ما عندهاش موبايل تعمل ايه؟ القانون 50 سنه 2014 اللي ما عندهاش موبايل فيه تصوير. يا استاذ وائل اللي ما عندهاش مساحه على الموبايل. اللي ما عندهاش مساحه على الموبايل تعمل ايه؟ يا استاذ مش اللي ما عندهاش مساحه على الموبايل ان هي تصور او تسجل او اللي ما عندهاش موبايل تعمل ايه؟ خلاص ما تصور. يا استاذ وائل يعني ناخد حقنا بالقانون يا استاذ وائل. ده اللي بتكلم فيه وده اللي ادانه. انت اللي ادانها يا فندم. اللي ادانها توقف بقى يا استاذ مشيل شويه سزوان عشان ما يختلطش عند الناس. ما يختلطش عند الناس وياخدوا ده سبب من اسباب الاباحه. انا ما قلتش كده يا استاذ صام. القانون القانون المرسوم بالقانون. طب بعد اذن سعادتك بقى مرسوم بقانون 50 سنه 2014. احنا هنخلص حلقتنا وفي مليون واحد هينتقدنا على اليوتيوب وهنا وهنا. مرسوم بقانون جمهوريه مصر العربيه اساتذتي اللي اتعلمت منهم قاعدين وبيتفرجوا علينا. مرسوم بقانون 50 سنه 2014 اضاف مادتين. عدل الماده استبدل الماده. الماده الاولى اللي هي 306 ألف مكرر ألف. أيوة أيوة. وفي 300 احنا قلنا وفي 306 مكرر به. دي أضيفة. التحرش الجنسي به اللي هو إذا قصد من المعاكسة ها منفعة جنسية. منفعة جنسية الأولانية. أيوة. ما بتشترطش منفعة جنسية. لا يا فندم. اللي هي إيه؟ طب ما اللي هو التعرض. اقرا لي نص المادة يا أستاذ. خلينا أكمل بلاغ. اقرا نص المادة. اللي هو التعرض المادي. يا عصام بيقرا نص المادة. خد يا أستاذ وائل اقرا له أنت. أيوة أيوة حضرتك. اقرا له نص المادة 300 اللي هي فيها التحرش. اقرا له أنت. أنا ما بفهمش قانون. ما حدش قال كده يا استاذ. ما هي يا استاذ. انا بقول لك في التفسير نص الماده اهو يا استاذ. دي 316 306 مقرر عليه مش 16. يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 ده التعرض المادي العادي. وبغرامه لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه او باحدتين العقوبتين. أيوة. كل من تعرض للغير. أيوة. في مكان عام او خاص او مطروق او مطروق باتيان امور او ايحاءات او تلميحات جنسيه او اباحيه سواء بالاشاره او بالقول او بالفعل باي وسيله بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكيه او اللاسلكيه. تمام. اشترطت الماده تمام. ان تكون ان يكون التحرش مقرونا اشترط ان يكون مقرونا بتصرفات اباحيه وده اللي بتكلم فيه. طب ما هو اديان امور استاذ وائل. يا استاذ وائل امور بقى هنا التفسير. اقرا حكم النقض ده يا استاذ وائل. اقرا حكم النقض ده دلوقتي يا جماعه. يعني يا استاذ ميشيل التفسير ده يرجع لتفسير المحكمه. انا عايز ارجع لتفسير المحكمه. استاذ وائل هي دلوقتي ادينت يا استاذ وائل. كمل الماده. استاذ وائل الماده الثانيه التحرش الجنسي. اخر استفسار بس. هي ادينت خلاص. ممكن تصمت بس دقيقه واحده؟ ممكن تصمت. هو مش عايز ان احنا نقول لا المشاهد لا سمعك ولا سمعه يعني لو سمحت. خليني يسيبك من قانون خلاص احنا ناقشناه. هو قال وانت قلت يعني مجتمعيا من الاحق بالادانه هنا؟
من الاحق بالادانه هنا، البنت ولا الشاب؟ الاثنين كده، لان هي ردت الجريمه بجريمه، ردت الغلط بغلط. طيب من الاحق بالادانه هنا؟ بس انا عايزه برضو معلش اكد ان انا مش مع التحرش، وانا ضد التحرش، وانا ادعو الى الفضائل. شجعتي على التحرش؟ لا لا انا ما شجعتش على التحرش مطلقا، لان انا ضده يعني قلبا وقالبا، انا ضد التحرش. لكن انا اللي انا بتكلم عليه، انا بقول انا ما شفتش منا وما اعرفهاش، ما شفتش محمود وما اعرفوش، ما شفتش منا لابسه ايه وعامله ايه، ماليش دعوه بيها. انا بتكلم في العموم، انا بتكلم في العموم، انا بتكلم في العموم. طرف بنت وولد، دايما دايما تجدون اي شماعه او مبرر للولد بغض النظر عن هذه القضيه، في القضيه دي وغيرها، في كل القضايا دائما. لا مطلقا نفتش عن باب مفتوح عشان نبرئ به الرجل دائما. انا بتكلم ان المحجبه بتتعاكس، المنتقبه بتتعاكس، البنت الصغيره بتتعاكس. انا مش انا ضد كل ده، انا اللي انا بقوله اللي انا بتكلم عليه، هل انت شايفه محمود متحرش او غير متحرش؟ انا مش شايفه متحرش. بنت زي بتاعه فتاه المول دي لما قدمت بلاغ، لما خرج الراجل من السجن راح شاولها وشها وهي اتشوهت على النت كمان، خايفه برضو ماشي، وهي تعرضت لحملات تشويه. طب لازم نسمع وشوش الدقيق تعليقك الاخير بالظبط. هي عملت كده، هي في سياق كل ما يعني تداعيات هذه الواقعه، يعني التعاطف بهذا الشكل بماذا تفسره؟ التعاطف مع الشاب وتشويه البنت، وهي قضية لم تحدث في هذه القضية فقط، لا دي حاجة في النشأة، في يحدث دائما في القضايا من هذا النوع. يعني شوف يا أستاذ وائل، أنا ما زلت بقول مش عايز أقول مغازلة لأهل الصعيد، يا ريت إحنا في مجتمعنا هنا نفضل متمسكين بالأفكار والعادات والتقاليد بتاعت اهل الصعيد، وان سماها الناس باليه قديمه، ولكن هي السبب في تمسك المجتمع. وهي عادات وتقاليد المصريين بالظبط، يعني لان احنا النهارده يا استاذ وائل عادات وتقاليد، صدقني والله اقسم لك بالله العظيم لا يجرؤ واحد في الصعيد يخلي واحده واقفه. يا استاذ وائل ده انت لو لقيت واحده واقفه بعربيه عطلانه بتخجل تنزل تقول لها انت عايزه ايه؟ لا يفتكروا انك انت بتتعرض لها، تتنسف في الارض نسف انك انت تعرضت، رغم انك انت رايح لها لانك انت تنجدها من شيء. النهارده لما انا ادعو لهذا الانحلال والرذيله اقول لا، والاستاذه تقول لي ده بيضايقها، ده مضايقه بتدلع جرم وفحش بان انا بضايقها. يعني ايه بضايقها؟ ده مصيبه، دي كارثه، ده احنا في كارثه، ده احنا عشان نهدم المجتمع بتاعنا يبقى دعوه للرذيله. احنا مجتمع شرقي، عاداتنا وتقاليدنا يجب ان تطفو. وبعدين اي حاجه النهارده زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال، الراجل بيقول له اذن لي بالزنا، قال له اطردها لامك لاختك لزوجتك لبنتك؟ انا بقول لها ما زلت اهو اللي هي بتقول ده مضايقه، هل انت حضرتك هتسميها مضايقه لو لقيتك في الشارع وقلت لك تعالى نشرب شاي لا لها كده مش قول زرعنا او خلافه هتسيبيني؟ لا لها كده مش هو من طول الهزار كده اهو كده يبقى يتحبس هو كمان الكافيه هرم يا واحد كده مش شايف لو سمحتوا يا جماعه. طبعا يعني رساله من وزير تعليم سابق يعني وهو شهير، بس هو طبعا مش عايز يقول اسمه، لكن هو بيقول لي انا عانيت، انتوا الطرف اللي على يمينك يشجع، انا عانيت من منع التحرش امام المدارس، العيال اللي واقفه بس لمجرد انها واقفه ولم تفعل شيئا، لا قالت بقى يعني مجرد انها واقفه امام مدارس البنات، الطرف الذي على يمينك يشجع على هذه الظاهره اللي انا فشلت في ان انا استأصلها انا وكل وزراء التربية. بقى هو لما كان هو قال بقى قدم مشروع بقانون، بقى هو كان قدم مشروع بقانون، هو كان في جهه تشريعيه يقدم مشروع بقانون بقى بالكلام ده، لكن انا حد بتاع قانون دلوقتي ما عنديش نص قانون. انا بقى يا استاذ مشيل عايز انهي الحلقه، مش عايز يعني عايز انهي الحلقه يعني هو بيتهمني بحاجه انا سهاء ارض يا زوائل، هو دلوقتي كان في الحكومه مش قدم مشروع بقانون يقول اللي واقف حبس هو يقدم. بشكركم جميعا والاهم يا جماعه في هذه القضايا ان الابيض ابيض والاسود اسود، مش ممكن اللي وجدناه بعد هذه الواقعه نلاقي فيه صفحات تظهر الشاب اللي اظهر حتى يعني اذا كانت جريمه او سلوك بمثابه سلوك حتى يعني ينطوي على جريمه وينطوي على اخلاقيات لا يجب ابدا ان نشاهد، لكن يبقى فيه
وكأننا نحمله على الأعناق والبنت تتعرض إلى حملات تشويه نفسية بهذا الشكل في القضية دي وغيرها، كل قضايا التحرش واللي فيها بنت اللي فيها بنت حتى عايزة تاخد حقها بتخاف العائلات بسبب كده، بسبب حالة التعليقات المختلفة اللي بنختال فيها للأسف الشديد سمعة البنات، ونحول الضحية إلى جاني وجلاد. غدا إن شاء الله نكون معاكم في حلقة جديدة.